السلام عليكم ورحمة الله. الله يصبحكم بالخير مشاهدينا الكرام، أو مساء الخير، وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامجكم الشعب يريد. وكالعادة نكون معكم بعد صلاة الجمعة لنكون بقلب الحدث، نغطي لكم أبرز المسيرات التي تجول في ساحات وباحات بلدنا الحبيب. وتسليطنا للضوء سيكون اليوم على مسيرة المسجد الحسيني التي انطلقت بعد صلاة الجمعة باتجاه ساحة النخيل للاحتجاج على الاعتقالات التي كثرت خلال الأيام الماضية، وهذا النهج الذي واضح أن هنالك إصرار عليه من خلال بعض الأجهزة والتعليمات الحكومية. مسيرة اليوم كانت بعنوان اعتقال أحرارنا يزيد إصرارنا، كدلالة على أن هذه الاعتقالات لن تثني الشباب عن المضي قدما في حراكهم الإصلاحي المستمر في كل المحافظات وفي كل الأوقات. كما سنتحدث اليوم عن الموضوع الذي يهم المواطن الأردني والذي بدأت تبعاته تظهر خلال الأيام الماضية، بعدما يعني حصل كل مواطن على فاتورة الكهرباء، خاصة الذين كانت أصلا تزيد عن 50 دينار، والأسعار المرتفعة جدا للكهرباء، والنسبة ربما هنالك البعض يشكك حتى بال 15% ويتحدث عن نسبة أكبر من ذلك. سنتحدث عن هذا الموضوع بالإضافة إلى الموضوع الذي يعني طرح ربما خلال الأسابيع الماضية من خلال الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا نتحدث عن شارلي إبدو بالتحديد، وإنما نتحدث عن الحرب الغربية بشكل عام على الإسلام، والتي بدأت تظهر أكثر وأكثر من خلال هذه الرسوم ومن غيرها من الاستفزازات التي يحاول من خلالها إثارة المليار ونصف مسلم في أنحاء الكرة الأرضية. واسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيوفي الذين سأتشرف بصحبتهم في هذه الحلقة. رئيس اللجنة السياسية للتجمع الشعبي الإصلاح والناشط السياسي المعروف دكتور أنيس الخصاونة، حياك الله دكتور أنيس، أهلا وسهلا فيك. وكذلك أمين عام حزب الحياة الأردني الأستاذ ظاهر عمر، أهلا وسهلا فيك وضيف مرحب بك دائما في قناة اليرموك. شكرا جزيلا. اسمحوا لي ضيوفي أن نبدأ هذا الحوار بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا الكرام ونبدأ حوارنا مع ضيوفنا الأكارم، فتفضلوا بالبقاء معنا. احنا عرب وشرقيين، كرامتنا مأثورة، وضوى نور المسلمين ثلاث ارباع المعمورة، صرنا جهلاء ومحسوبين عالشعوب المقهورة، خدنا من الغربيين إلا قشور الحضارة والهور. يا أبو الهوار يا عين أبو يا الهوار، الناس بتمشي لا قدام وإحنا بنرجع لورا. هور يا أبو الهوار يا عين أبو يا الهوار، الناس بتمشي لا قدام وإحنا بنرجع لورا. الكرسي لأولاد الذوات امبارح واليوم وبكرة، لا تصدقش كفينا استفزازات الرماد مخد جمارة والهور. يا ابو الهوار يا عين ابو يا الهوار، الناس بتمشي لا قدام واحنا بنرجع لورا. والهور يا ابو الهوار يا عين ابو يا الهوار، الناس بتمشي لا قدام واحنا بنرجع لورا. التعبوا ورا الحكومات، الشعب بيكسر جرة، بتفاجئوا البرلمانات بنفس التشكيل الغرة، كسرنا كل الرهانات المواطن نيفذ صدرة، ناس اللي سرقت مليارات لو جبتوها من برة، بتغطوا المديونيات وللوطن تعود البشرة، تدعموا الخشافيات وملكة وبصيرة وصخرة، ما بتخضر المزروعات ونوقف مد الصحراء، ما بنبيعش
إذن مشاهدينا مستمرين معكم في الشعب يريد، وضيوفنا الأكارم الدكتور أنيس خصاونة والأستاذ ظاهر عمر، أرحب بكم مجددا. وأسمح لي أستاذ ظاهر نبدأ مع الدكتور أنيس، يعني ولو نبدأ من هذا النشيد، يعني الناس بتمشي لقدام وإحنا بنرجع لورا، ملف الاعتقالات يعود من جديد. وبالمناسبة ويعني يجدر الإشارة أنه معد هذا البرنامج هو الآن في المعتقلات، نحن نخرج بدون معد، لأنه ثابت عساف الآن هو في سجون المخابرات العامة بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم أو مناهضة نظام الحكم. دكتور أنيس، اليوم خرج يعني الأحرار في مسيرة في مسجد الحسيني، برأيك لماذا عاد هذا الملف بهذه القوة وبهذا التوسع الكبير بعد أن ظننا أننا خطونا خطوة على الأقل إلى الأمام لوقف هذا النهج الأمني البوليسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني الإجابة على سؤالك المهم جدا تحتاج إلى وقت طويل جدا. ما من شك أن هنالك حدثت انتكاسة في الأردن في قضايا حرية التعبير، وانتكاسة أخرى في قضايا الإصلاح. لا نقول تراجع، لأن التراجع هي كلمة هينة، كلمة بسيطة تسطح القضية وتبسطها بحيث أنها تشوه محتواها ومعناها. الانتكاسة في قضايا الإصلاح، والانتكاسة ومن ضمن الإصلاح اللي هو حرية التعبير. أنا لا أعلم يعني كيف وما هي المقاصد النظام في العودة إلى اعتقال الناس بهذه التهم، التي من على هذا المنبر كررت أكثر من مرة بأنها تهم الحقيقة تدخل في باب الافتراء يفرية، وليست ما المقصود بتقويض نظام الحكم؟ وهل نظام الحكم بهذه الهشاشة التي يقوضها الأخ باسم الروابدي أو الأخ ثابت عساف أو قبلهما الدكتور السيد زكي بن رشيد وأبو جعفر، قضاء كثير من المعتقلين، 12 مهندس 13 مهندس معتقل، بعضهم من الحركة الإسلامية وبعضهم من خارج الحركة الإسلامية. أنا أعتقد أن نشهد في الأردن الآن انتكاسة كبيرة جدا في حرية التعبير، وأنا لا أعلم كيف ينظرون للأمور ومن يقدمون الاستشارات لصناع القرار في بلدنا. هل يريدون تثوير الناس بهذه الخطوات الاستفزازية؟ هل يريدون تثوير الشعب الأردني؟ الشعب الأردني لم يعد يقبل الأمور كما هي، ويقبل بالصمت والقمع والاحتجاز. الدستور الأردني هو مرجعنا، نحن والنظام، نحن النظام، نحن النظام السياسي. النظام السياسي لا يمثله وزير الداخلية ولا يمثله رئيس الوزراء، النظام السياسي أنا جزء من هذا النظام السياسي. النظام السياسي منظم الدستور الأردني الذي ينظم العلاقات بين المواطن وبين الدولة وبين السلطات الثلاث. هذه العلاقة ضمنت لنا في المادة 15 من الدستور الأردني، تنص على أن المواطن الأردني له حق التعبير وله حق التفكير وله حق الاعتقاد، ولم يضعها مشروطة. الآن عندما يأتي بقانون ويقول لك أن هذا القانون هو تقويض لنظام الحكم، من هو الذي أقوى، القانون أم الدستور؟ القوانين التي نص سنت بموجبها تهم تقويض نظام الحكم وإطالة اللسان هي تتعارض مع الدستور. الدستور هو أبو القوانين وهو مرجعنا في الأردن، فكيف تعتقلون الأحرار؟ كيف تعتقدون من كيف أنا أتساءل هنا، وأنت بعد قليل بدك تسألني عن المسيح، عن الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن ربما شارلي إبدو في فرنسا. كيف ننضم إلى مسيرة تدافع عن حرية التعبير في باريس وتهاجم الناس الذين يحاولون الحد من حرية التعبير، ونأتي لهنا ونعتقل الأحرار في الأردن لأنهم يعبرون عن آرائهم؟ هذا التساؤل. نعم، نيجي عليها هذه دكتور ونتحدث عنها، لكن أيضا يعني أستاذ ظاهر، ربما يعني يعني البعض يقول بأنه لا، إحنا يعني من بعد الربيع العربي التقطنا يعني هذه الفرصة لكي نقدم المزيد من الإصلاحات من يعني الحكومة والنظام بشكل عام، وخطونا خطوات عديدة في هذا المسار. وهؤلاء الشباب من يتم اعتقالهم هو يتم يعني التحقيق معهم، ومن ثم إصدار الحكم القضائي
بحقهم. هل ترى ذلك، ولا هل ترى انه يعني فعلا احنا في انتكاسه في الحريه والاصلاح؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذا البرنامج، شكرا لك، شكرا لضيفك الكريم الاخ انيس. يعني حقيقه العنوان اثارني بكتوب الشعب يريد، بس ما كملت العباره، والاحزاب تريد ولكن الحكومه تفعل ما تريد. الان تتكلم لي انت عن حريه التعبير في الاردن، طب وين هي حريه التعبير في العالم الغربي المتقدم الديمقراطي اللي حريه التعبير لما تصل لليهود تهفش حريه التعبير؟ وين حريه التعبير في الولايات المتحده الامريكيه لما بيطلع قانون الارهاب اللي الان بيشتغلوا فيه العالم كلياته؟ مجرد انت مش بس تتكلم، مجرد هو يفكر عنك شو ممكن تفكر انت بعقلك. يعني تقصد استاذ ظهر انه ما في حريه تعبير اصلا في العالم كله؟ اصلا شوف، لاقول لك حريه التعبير كلها بتوقف عند مصلحه اسرائيل. لك حريه التعبير تفعل ما تريد ومهما تعمل، الا كانت واصطدمت بوضع اسرائيل وبوضع اليهود الصهيونيه العالميه فهناك ما في حريه تعبير. حريه التعبير، احنا هذول الشباب لما بيعبروا هم عن ايش بيعبروا؟ يعني شو اللي بدهم اياهم؟ هم فكرك في النتيجه النهائيه بيعبروا عن انهم بدهم مش الملك، ولا بدهمش النظام، ولا بدهمش الكذا؟ في النهايه كلنا بدناش اسرائيل، كنا بدناش هذا العدو الصهيوني، لانه احنا الكارثه والمصيبه الحقيقيه اللي موجود عندنا هي وجود هذا العدو الصهيوني. فلا يمكن في العالم العربي ما دام بهذا الشكل، كل العالم العربي مش بس احنا، ما دام اسرائيل موجوده ونحن مقموعين من جذورنا. الان بتيجي بتقول لي انه هاي مسيره، اليوم هاي مسيره بتعبر. شو مسيره بتعبر؟ هذه المسيرات كانت في لحظه معينه بيطلع 100,000 شخص طلعوا عشان غزه، ومرجرين عملوهم الإخوان المسلمين في طبربور، مسيرات لنا بتهم كل الشعب الأردني، قضية إحنا في أعماقنا وفي قلوبنا، مهما حولوها وشالوها عنا، مهما عملوها عنا، مهما أبعدوها عنا، فهي بتضل في دمنا وفي قلوبنا. ولذلك أنا طب أنا ممكن أستغرب. بس إذا تسمح لي يعني سؤال هنا، يعني كلام جميل بأنه مصلحة إسرائيل هي خط أحمر بالنسبة للعالم، وهذا يظهر تناقضات ويمكن نيجي عنها في موضوع الإساءات المؤخرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يعني ثابت عساف وباسم روابده والمهندسين إذا كانوا اعتقلوا ومنعوا من حرية التعبير لأنه هذا أمر تعرض إلى يعني المساس بمصلحة إسرائيل، هل المساس بمصلحة إسرائيل فيه أيضا مناهضة لنظام الحكم الأردني؟ يعني التهمة لم تكن المساس بمصلحة إسرائيل وأنا مناهضة نظام الحكم في أخي الأردن. تصفية حسابات عشان الحكومة تظل تشعر الكل أنه هي الأوحد وما في حد له قيمة في البلد كلها إلا الحكومة. لا عشائر ولا أحزاب ولا قبائل ولا حركات ولا زكى بن رشيد ولا ثابت عساف ولا كذا، ولا أي واحد له قيمة. القيمة الحقيقية والفعلية واللي موجودة على الطاولة هي قرارات الحكومة. أنا وصلت، إحنا كحزب الحياة أرسلنا خطاب لمعالي وزير الداخلية بدنا نزور زكى بن رشيد، وإحنا لا إحنا إخوان مسلمين ولا إحنا حراك إسلامي ولا إحنا جماعات معارضة ولا إحنا جماعات ولا إحنا كحزب الحياة الأردني بنشتغل بالقطعة. القطعة اللي عند الشيوعيين بنأخذها إذا كانت نظيفة، عند الإسلاميين بنأخذها إذا كانت نظيفة، عند الحكومة بنأخذها إذا كانت نظيفة، عند القوميين، عند المصريين، وين ما كانت القطعة نظيفة بنوقف عندها إحنا. فإحنا رحنا بدنا نشوف هذا السيد زكى بن رشيد، فردوا علينا ثاني يوم موافقين بزيارة. طلعت الزيارة بعد ما استفسرنا زيارة عامة، يعني بتوقف انت وبتحكي تلفون وبتقعد تقول لنا احنا ليش نطلب منكو، احنا اصلا ليش نطلب منكو الاذن اذا كانت زيارة عامة؟ احنا بدنا زيارة خاصة نقعد مع هذا الانسان نشوف وين مصلحة الوطن وين مصلحة الناس وين اللي وين يعني وشو نقدر نساعد احنا كحزب في يعني نشوف وين بتصب في النهاية مصلحة وطننا. طبعا ما ردوش علينا. يعني أنا إذا بحس حالي أمين عام حزب، وإحنا الحزب كنا بدنا نروح ثلاثة، أنا والدكتور عبد الفتاح الكيلان رئيس المجلس المركزي وكان هذا نقيب الأطباء البيطريين، والسيد أديب عكروش مسيحي، بدنا نروح نزور وما قدرناش نصل. طيب أنا مش عارف يعني شو الإشي اللي بدك إياه، شو هالقطر العظيم اللي بدي يلحقني لما أروح أزور أنا واحد مسجون؟ شو يعني يعني وين هذا التفكير الا هو استبدادي؟ يعني تفكير انه انا الاقوى وانت بدك ترضخ للي بدي اياه انا. هذه المشكله الحقيقيه، هذا هو الواقع اللي احنا عايشينه. احنا اذا بدنا احلام او بدنا واقع، بتقول لي طلعت مسيرات، كل المسيرات اللي طلعت شو حتسوي اليوم؟ طبعا بتشعرهم انه بس هم عارفينهم لانه المخابرات عارفه المسيرات وعارفه مين بيطلع فيها ومين اللي بصوت ومين اللي بيعمل، فتفرغ الشعب من مضمونه بدفاع عن حريته، تفرغ من مضمونه في دفاع عن كرامته، تفرغ من مضمونه في إحساس أنه أنت شريك.
مثل ما قال الدكتور أنيس، احنا انا شريك في النظام السياسي، انا شريك في النظام، هذه بلدنا وهذه ارضنا وهذه ملكنا. يعني هذا كلام جميل وهذا وضعنا، واحنا ما بنعمل هذا الاشي لانه ضد مخابراتنا ولا ضد دركنا ولا ضد امننا ولا ضد ملكنا ولا ضد حكومتنا، احنا هذول اهلنا وبلدنا، كنا بدنا نحافظ عليها كل واحد بطريقته. يعني ما بصيرش الحفاظ على البلد الا من وجهة نظرك انت. طب ليش بتكون وجهة نظري انا؟ حلو، كلام جميل. هنا الدكتور أنيس، يعني يمكن ذكرت حضرتك كلمه بانه الشعب الاردني لم يعد يقبل الصمت، هل فعلا الشعب الاردني لم يعد يقبل الصمت ولا هو تعود خلاص يعني على هذه الامور؟ وزي ما حكى يعني الاستاذ ظاهر انه تم تفريغ الشعب من مضمونه فيما يتعلق بالمشاركه، فيما يتعلق بمساله حريه التعبير. وانا بدي اذكرك يعني دكتور ايام الثلج بالبرد القارس اللي كان يعني ناقص درجات الحراره، تم نقل المعتقلين المهندسين وهم اعضاء ايضا في نقابه المهندسين عاملين فيها، تم نقلهم من سجن جويده الى سجن الموقر بهذا البرد القارس بملابسهم الداخليه، وتم منعهم واهلهم اعطوهم ملابس الشتويه، ولكن قال حكولهم نظام السجون عندنا نقل المساجين ما بيكون بهذه الملابس الا بالملابس يعني الرقيقه جدا. هل في رسائل محاوله اهانه الشعب الاردني؟ وحضرتك تحكي انه الشعب الاردني لم يقبل الصمت، لم يعد يقبل الصمت. سيدي يرجو ان تاذن لي قبل ان اجيب السؤال بملاحظات. يعني صحيح، أنا مثل تفضل الأستاذ ظاهر، قضية إسرائيل وقضية هذه هدف كبير، هذا للأمة وليس هدف الأردنيين لحالهم، هدف الأردنيين والمصريين والمسلمين شرفاء العالم والمسيحيين، هدف الأمة كبيرة هذا إسرائيل، إنه إحنا كيف نتجاوز هذا الجسم الغريب المزروع في خاصرة الأمة العربية والإسلامية والظلم الذي لحق الشعب الفلسطيني. هذا هدفنا الأول. لكن أنا عندما أتحدث عن الحراك وتحدث عن الإصلاح، وأنت بدأت معي بسؤال عن الاعتقالات وقلت لك بأنه انتكاسة، لا، احنا في عندنا أهداف قبل ذلك، قبل ما نقول والله إسرائيل. أنا لا أعلم يعني ما علاقة الموضوع الفساد، محاربة الفساد هنا، هذا حرية التعبير، من حارب الفساد داخليا. نعم، ليس ما نتحدث إسرائيل، ما احنا مختلفين عليها، لكن مختلفين احنا هنا في عندنا فساد. أنا في عندي ناس مع عليهم أحكام بالمحكمة، أحكام بالمحكمة بإلقاء القبض عليهم، وأخذوا مئات الملايين. وهيهم بصولوا بجولوا في عمان الآن وموجودين، وما حد قادر يمسككم لا لشيء إلا لأنهم أصهار العائلة المالكة. طيب أنا يا أستاذ ينال يعني والإخوة الأخ ظاهر وأي واحد، يعني أنا الآن كيف بدي أتساوى؟ أنا أقول الدستور الأردني يقول أن الأردنيين هم متساوون أمام القانون. لو كان أي واحد منا هو الذي ارتكب هذا الجرم، هل يستطيع أن يفعل ما يفعله الأستاذ الكردي الآن في عمان ويحضر الاحتفالات الرسمية وغير الرسمية؟ وتم تشريع قانون دكتور عشان بهذا الإطار لجلب أبو قتادة من بريطانيا، وهذا نفس القانون يستطيعه من خلاله جلب الكردي، وهذا الدلالة أن الأردنيين ليسوا متساوين أمام القانون. قضية أخرى، يعني أنا كيف بدي أتحدث يعني شو مدعاء إسرائيل؟ إسرائيل يعني هدفنا ما له علاقة بالعدالة الاجتماعية اللي منطالب فيها، إحنا من العدالة الاجتماعية في داخل الأردن. هذا بيتنا، جوا بيتنا، إحنا بنتحدث على رفع أسعار الكهرباء، بعد شوية تبقى تسألنا عنها، هذه مواضيع شؤون داخلية وهي مهمة. مش كل الأردنيين سياسيين وليسوا مؤدلجين، وليس لديهم في ناس كتير بعيش يوما بيوم، في ناس بعيش هموم الحياة عم تأخذه. هذه قضية الأسعار، وقضية هذه عبارة عن كينونة، وهذا عبارة عن نحن نريد القبضة الأمنية الكبيرة جدا الآن علينا إحنا، وهي عم نعاني. بتسألني عن الاعتقالات، هي نتاج القبضة الأمنية. كيف احنا كيف اللي بده يحكي كلمه بيقول الان حسب قانون الارهاب بتحدث عنه، اي واحد بتحدث عن اي زعيم دوله، وانا كاتب اليوم قانون مقال عن 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 زعيم احدى الدول العربيه الذي سمعته في الامس يتحدث من على شاشه دافوس في مؤتمر دافوس، اخي اقسم بالله انه شيء مزري ومضحك ومبكي بنفس الوقت. يقول ان المظاهرات في 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 باريس اللي شاهدوها قبل ايام هي امتداد للمظاهرات في شوارع القاهرة. هي نفس المصدر، المظاهرات في شوارع القاهرة هي ضد الإرهاب، يعني ضد الإخوان المسلمين يعني تحديدا. واللي في شوف كيف الربط، حاول أن يربط في دافوس لقادة العالم أنني أنا اللي أنتم بتقولوا عن انقلابي، أنا المظاهرات اللي كانت موجودة عندي هي مظاهرتي نفسها اللي طلعت في باريس. وعمليا كان يحاول عملية يعني الصاق التهمة في الإخوان المسلمين أنه إرهابيين. ما هذا 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 قضية يعني إهانة لذكاء الآخرين.
ومحاولة خبيثة جدا لإنشاء ربط بين لا يا أخي اللي طلعوا في شوارع القاهرة طلعوا ضد مبارك وضد ظلم مبارك وطالبوا بالعدالة الاجتماعية، ولما انتصرت الثورة أجل وراء أنت الذي ثرت وأنت الذي دبلشت الانقلاب وأطحت بالشرعية وكيف الكلام هذا أنت بتحاول تبيع له. المهم أنني يعني أنا ممكن بس ملاحظتين عشان أيضا يعني تجيب عليهم دكتور، يعني في البداية هو ليس لم يسيء فقط للإخوان، حتى في لقاء آخر أو سابق تحدث عن نصوص مقدسة أنها هي سبب في الإرهاب وأنها سبب في أنه 1.6 مليار إنسان يعادوا باقي سكان الكرة الأرضية، واضح أنه هو يتحدث عن الإسلام حتى ككل. لكن هنا دكتور يمكن أنت استغربت من اللي ذكره أستاذ ظاهر أنه مصلحة إسرائيل وبتحكي أنه موضوع العدالة الاجتماعية، لكن دكتور يعني وهي ممكن هي فعلا غريبة أنت تتكلم بالمنطق، لكن إحنا الآن في عالم غير المنطق، عالم لا يوجد للمنطق مكان فيه. المهندسين المعتقلين هم لم يعتقلوا من أجل العدالة الاجتماعية بالمقابل، هم معتقلين بتهمة دعم المقاومة، وبالتالي فعلا في تأثير واضح لمصلحة إسرائيل. هل إحنا أصبحنا في بلد الحشد والرباط نحاكم مواطنينا لأنهم يدعموا المقاومة في فلسطين وهكذا هو هذه التهمة؟ يعني تخيل دكتور. نعم هذه قضية فيها أنا جد يعني حتى أقول أنا في قضية استهانة كمان بذكاء الناس وفعلا أنه من المضحك هذا الكلام انه انت بتحاسب الناس لانه له موقف حتى معنوي. الان انا سمعت وزير الاعلام قبل فتره يتحدث عن انه احنا ووزير الداخليه راح نتابع والناس اللي بيدعموا اي اتجاه سياسي وكانوا بيشيروا لبعض الحركات الاسلاميه ونحاسبهم. كيف بدك تحاسبهم على القلوب يعني على الاتجاهات؟ حطوا عداد هون وتقول له عد عليه انت بتأيد فلان. احنا بدنا نرجع لمحاكم التفتيش في اوروبا اللي قاعده اكثر من 100 سنه 150 سنه تحاسب المسلمين الذين اجبروهم على التنصر، انه لا انت بعدك بتحس انك مسلم في داخل هذه قضيه يعني غريبه جدا وهي مثيره للسخريه. وانا لا اعتقد ان الاردن موقعه هكذا. الاردن دوما الشعب الاردني مناصر للمقاومه ومناصر لفلسطين ومناصر لقضايا الامه. انا اعتقد ان هو الكبير البون الشاسع بين الموقف الرسمي الاردني وبين الموقف الشعبي الاردني، وهذا نذير ينذرنا بكثير من المشكلات في المستقبل. وانا من على هذا المنبر انصح اولي الامر بان يستدركوا ما يمكن استدراكه من هذه الهوة الكبيرة بين موقف الحكومة او موقف الاردن الرسمي وموقف الشعبي. اثنين، انا انصح ايضا ولا بد لي أن أستغل هذه المناسبة لأخاطب الأردنيين وأخاطب من خلالكم أخاطب أيضا أولي الأمر في الأردن أن نبتعد كثيرا عن مواقف سيسي ولا ندمج نفسنا مع مواقف مصر الرسمية. الآن المواقف الرسمية التي يتزعمها الرئيس السيسي الذي يدعو إلى ثورة دينية، الذي يدعو إلى إعادة النظر بالنصوص المقدسة، الذي يدعو إلى إعادة النظر بالجهاد. أنا لا أعلم ما الذي تفاصيل كثيرة يتحدثها أمام علماء الأزهر الذين يفتون له في أمور مشينة الآن لأنهم تحت سيطرتهم وينطبق عليهم علماء السلطان. أنا أنصح وأعتقد أنه ينبغي على النظام الرسمي الأردني أن لا يدمج نفسه وأن لا يقترن بنظام السيسي. نظام السيسي الآن يستفز الشعوب، يحاول أن يأخذ حتى الشعب المصري ويحرفه عن الطريق والطريقة الإسلامية. لذلك أنا أعتقد بأن هنالك خطر كبير جدا من هذا الهوة الكبيرة بين موقفنا الرسمي وموقفنا الشعبي. وبعد بكرة بالمناسبة 25 يناير ربما تكون موجة ثورية جديدة في مصر سنتابعها بكل تأكيد. أنا أعود لك أستاذ ظاهر، يمكن ذكرت في بداية كلامك عن موضوع الحكومة وأنها تتحكم بالمشهد وكأنه ما في حد غيرها، لكن في عندنا في العبدلي ايضا في قبة برلمان وفي هنالك 150 نائب دائما هم حريصون على مصالح الشعب باعتبارهم ممثلين لهذا الشعب، وظهر ذلك من خلال الانجاز الكبير اللي حققوه بالامس وخلال الايام الماضيه من تخفيض رفعه الكهرباء من 15% ل 7.5%. طب النواب مش موجودين وايضا يستطيعوا ان يناكفوا الحكومه؟ يعني اعتقد هو المدخل الرئيسي هو لمجلس النواب. كل المصيبه في قانون انتخاب مجلس النواب مش في النواب في ذاتهم. النواب في ذاتهم كلهم ناس محترمين وكلهم ناس طيبين وكلهم ناس كويسين، والناخبين ناس كويسين وناس محترمين، ولكن القانون مش محترم. قانون الصوت الواحد، هذا القانون تبع الصوت الواحد مين بيجيب للبرلمان؟ يعني على نظام الصوت الواحد مين بيقدر يفوز في مقعد في البرلمان؟ هل بتفوز على فكرك
هل بتفوز على إمكانياتك، هل بتفوز على قدراتك، ولا بتفوز واحد من ثلاثة، إما المخابرات وراك وإما فلوسك وراك وإما عشيرتك وراك. فأصبح اللي بيمثل هذا البرلمان بيمثل مصالح خاصة وبيمثل أمور إطار خاصة ومتشتتين متفرقين، 150 واحد سهل تضمهم أنت كحكومة لأي توجه بدك إياه، مش تكتلات مش مجموعات. بس مش كان عندنا قائمة وطنية بالقانون، هذه القائمة الوطنية كانت أسوأ من قانون الانتخاب للصوت الواحد، عشان هيك احنا قطعنا في حزب الحياة الأردني ما شاركنا في الانتخابات. مش لأنهم مثل ما قطعوا الإخوان المسلمين كان بدهم تغيير في المادة 34 والمادة 35 والمادة 36 وبدهم تغيير جذري وبدهم أمور ومن ضمنها الصوت الواحد، احنا قطعنا فقط للصوت الواحد. بس أعطونا، ما تعطوناش صوت واحد، أعطونا غير الصوت الواحد، خلينا نطلع النخبة من البرلمان تستطيع، هذا النخبة بدل ما اطلع في حركات في الشارع أنا وبطلع كذا وبكون ضعيف وكون كذا، هو بدافع عن حق المواطن وحق لاش لأنه يمثل وطن. هذا القانون إذا ما تغير بقانون آخر حقيقي إحنا مثل مكانك سر. لكن مجلس النواب الحالي، يعني اسمح لي أستاذ ظاهر، والنواب الموجودين هم يعني حسب ما يصرحوا وحسب ما نسمع منهم إنه هم يحققوا إنجازات كبيرة لصالح الشعب الأردني، وهؤلاء هم يمثلون الشعب بالنهاية، يعني بغض النظر عن القانون، لكن هم خرجوا كممثلين للشعب ويؤدوا دورهم على أكمل وجه وهم واقفين بندية أمام الحكومة. هل ترى ذلك حقيقة؟ يعني هل بتتوقع إنه لما يزيدوا الكهرباء 7.5% هذا إنجاز؟ ما هو كان بديها 5%، نسور لما حط 15%، نسور لما حط 15% كان هو في نيته لو صارت 5% كان وافق. انت فاهم على كيف؟ اي رفعة كان وافق لانه انا موجود واللي بدي اياه بصير. ولكن لما سووه 7.5 هم دعموه، هو مش عاندوه، هم وقفوا اللي جابوا بحيث يدروا وحسوا حالهم كانوا زي واحد بيجي بيسرق منك 10 ليرات وبعطوك 5 ليرات بتحس حالك انك رجعت لك انت يعني حقك رجعك. اخي هذا كلام كلياته كلام يعني مش حقيقي ولا يعني انت مش شايف اي انجاز بمجلس النواب؟ لا يمكن في ظل هذا الامر وبغير الكهرباء ما كان لهم اي انجاز؟ اقول لك شغله، هم انجازات ولا غير انجازات كلها في النتيجه النهائيه بتهمني انا، شو بهمني اليوم في البلد المواطن شو بهمه؟ لا بده يحرر فلسطين ولا بده خلافه اسلاميه ولا بده نظام، بده بس يعيش بكرامته، لما يوقف قدام مرته يقدر يجيب لها مستلزمات اولاده، بده يروح على المدرسه ولا يروح على الجامعه ولا يجيب لها جره غاز. الآن شو سوت الحكومة وشو سوى مجلس النواب وشو سوى السياسيين وشو سوينا احنا الحزبيين مشان تغيير هذا المفهوم السلبي عند المواطن الأردني بأنه حياته وقوته وقوت يومه. ولذلك انت صح، انت ما في واحد ما بفكر في القضية وما بفكر في قضية أمته وما بفكر في الإساءة لرسوله وما بفكر في كل هذا الكلام، لكن في إشي الأولوية. الأولوية 70% يعني المجتمع الأردني هي أولوية اقتصادية في الوقت الحاضر. إذا ربنا سبحانه وتعالى اللي الله خلقنا من أجل عبادته، وقمة عبادة الإنسان هي في الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى قال لك إذا كنت أنت صائم وجائع لا قبل ما أنت تصلي وتدعي لي كل علشان يكون ذهنك صاحي مشان تتقرب مني. ولذلك أنت شو بدي أفكر في السياسي وأفكر في معتقلي بن زكيد وأفكر في هذا وأفكر هذا وأنا بيت من الجوع. الآن المشكلة الحقيقية الفعلية اللي موجودة في الأردن لها أولوية هي الوضع الاقتصادي، مع انه هي مش الحل الجذري لمشكلتنا، احنا مشكلتنا زي ما قلت لك من البدايه مشكلتنا في اسرائيل مش مشكلتنا في شيء ثاني، لكن الوضع الاقتصادي الان هذا الوضع الاقتصادي هو الوضع المزري. 70% من الشعب الاردني بكل قطاعاته، بالمخابرات، بالدرك، بالجيش، بالامن، بالدفاع المدني، بالمعلمين، بوزاره، 70% دخل اقل من 600 دينار، وكل مواطن اردني رب الفقر يعني دخله اقل من 600 دينار فقير وتجوز عليه الصدقه. فقير وتجوز، يعني انت بتروح تسال موظف قديش راتبك، بقول لك 550 ليره، بتناوله 50 ليره بتقول هذه صدقه مني، جائز هذا شرعا. ليش؟ طيب. لانه عشان يقدر يكفي حالته. اذا هو كله يكمل بعضه. يعني دكتور، هل بنفس الإطار، يعني هل مجلس النواب ما له أي إيجابية؟ وهل هؤلاء الأعضاء اللي هم بالنهاية في منهم يمثلوا أحزاب سياسية، يمثلوا يعني ربما عشائر كبيرة، يمثلوا مناطق جغرافية واسعة، دوائر انتخابية، غير وغيرات، والآن في كتل نيابية، ويعني كل يوم عندهم دوام، هذول الناس عندهم كل يوم دوام، ما بينجزوا بهذا الدوام تاعهم؟ أقول لا يوجد الإنجاز الذي يرقى إلى مستوى المؤسسة السياسية التشريعية. أنت تعلم أن هذه واحدة من السلطات الثلاث الدستورية، والحقيقة أنها أبرز هذه السلطات، لأن هؤلاء هم ممثلين الشعب. السلطة القضائية مش ممثل للشعب، كرير بيطلعوا بوظائف ويتم ترقيتهم وتدريبهم، إنما السلطة التشريعية
هؤلاء الذين يمارسون ونظام الحكم في الأردن. نعم. برلماني. نعم. أول كلمة برلماني. وهؤلاء نعم. الذين يمثلون أو يقومون بأدوار رقابية وأدوار تشريعية، اللي إحنا كلنا قاعدين القوانين اللي نشكي منها هي قوانين هي هم سنوها بما في قانون الانتخاب اللي بتحدث عنه الأستاذ ظاهر، بما في قانون القوانين اللي بيعتقلونه بموجبها، بما في قانون النشر والمطبوعات، بما بما كل حتى السلطة القضائية. لذلك أن هؤلاء أنا أعتقد أنهم إذا قاموا يقوم فرد هنا بدور وهناك يعني بالطريقة موزعة، لكن لا يبقى إلى عمل مؤسسة تشريعية محترمة. هؤلاء أفراد سيدي ويتم اقتناص كل واحد منهم بطريقته من قبل النظام، فلان بيسلط على المخابرات، وفلان يسلط على الديوان الملكي، وفلان بيسلط على الاتجاه العشائري، وفلان يسلط على كذا. وانت ترى البوش والمسدسات والكلام والتكتلات، اليوم تكتل ثاني يوم تكتل ثاني، لانها كلها هشه. هاي عباره عن تكتلات هشه، لانه هذا القانون السيء الذكر، قانون الصوت الواحد، قانون لا يمكن يأتي لك ببرلمان وبسلطة تشريعية محترمة، لا يمكن. هذا عشان هيك النظام متمسك. طب شو الحل؟ الحل بس بتغيير القانون؟ عشان هيك يعني أنت لو الآن دكتور يعني تخاطب مجلس النواب الآن اللي بيشاهدونا من أعضاء مجلس النواب، شو بتحكي لهم؟ يعني شو ممكن يستدركوا؟ ممكن يستدركوا الأمر؟ أبرز قانون يمكن أن أبرز مساهمة يمكن أن يفعلها النواب بشكل فردي وجماعي، مع أنه صعب بشكل جماعي، مساهمة وطنية، هي تغيير قانون الانتخاب الذي يفرز يفرز زملائهم في المستقبل. نعم. وإذا كانوا هم على قدر المسؤولية ممكن يفرزهم أيضا. نعم. ولا أعتقد أنه مجرد إفرازهم أنه تتغير الأمور رأسا على عقب بظرف سنة وسنتين وثلاثة. أنا بتحدث لك قاعد عن 4-5-10 دورات تأتي بموجب قانون انتخاب محترم ستجد إفرازات شعبية. أقول لك بما والله سيتخلى الناس عن انتماءاتهم العشائرية في القضايا السياسية بالمستقبل، لأن أنا ما عاد بيهمني يجيني واحد خصاوني بصراحة أقول لك، ما عاد بيهمني يجي واحد من قبيلتي ولا من عشيرتي ولا، أنا الآن بنظر إلى نواب يطلع يمثلني وقضيتي من ضمن الأردنيين. النواب قرايبك وقرايبي وقرايب لأن بطلع بيظبط أولاده أخي، بيطلع بيظبط رواتبه، والناس صارت تعرف هذا الشيء. صحيح. وأصبحت الناس تعرف. هذا القانون قانون شيطاني لا غير موجود في العالم إطلاق. أنا ما بعرف مين جابوه ولا يناسب ثقافتنا. العكس، وثبت القضايا العشائرية وأفرز أفراد ليسوا هم زبدة المجتمع وليسوا هم خلاصة المجتمع، وأنت ترى ما تراه في مجلس النواب. هؤلاء بيضعفوا أمام رئيس الحكومة، رئيس الحكومة بيعرف لمن يجادل وبيعرف كيف يحكي معاهم، واحد عنده المعلومات وعنده الدوائر الإدارية اللي بيجيب له الأرشيف وبيعرف كيف يحكي معهم، كيف يسكتهم بطريقة، وفلانة محافظة عجلون من زبطك بشارع، وفلان من حط لك ابنك مدي بعت حساب ديوان، من عين لك بنتك بالديوان الملكي. وهذا أنا مطلع أخي، أنا لما بحكي لك عن الكلام هذا أنا مطلع وأعرف عن هذه الأحداث. وينتهي الأمر وبعضهم يناضل من أجل التلفزيون إنه يسلط عليه التلفزيون هو يحكي، وبعد ما ينتهي الكلام بروح ببوس الرئيس على صلعته هنا على جبهته أخي، وبينفذ ما يريد الرئيس. هذه مواقف نفاقية كبيرة جدا. السبب أن هذا القانون لا قانون الصوت الواحد لا يأتي بالناس على ضوء كفاءاتهم، وإنما يأتي بهم على ضوء تجمعاتهم العشائرية والفردية والجهوية، على ضوء علاقاتهم الاجتماعية، وفلان بيعزم وفلان بيروح وفلان بيشارك. صحيح. هاي كلها ما لهاش علاقة أستاذ ينال. لما تحط الموازنة، أنا أستاذ في الإدارة الحكومية ومن ضمن الإدارة الحكومية أستاذ المالية في الإدارة الحكومية. أنا لما تحط الموازنة قدامي الآن تقول لي بالله يعطي رأي، ما بقدر أعطيك رأي قبل 4-5 أيام فيها صدقني، وشو مرات أكثر 10 أيام، قد ما هي معقدة وقد ما تحتاج إلى كثير من العمل. أنا أشعر بالشفقة والحزن الشديد على أكثر من 70% من أعضاء البرلمان الأردني لم تنحط الموازنة أمام، والله إنه لا يعلم ولا يستطيع أن يقرأها ولا يعرف شو معناها، ويصوت مثل ما بصوت هذا، يقول لا لا مليح وتوكل على الله وصوت. هنا نعود لنفس القضية، يعني لو كان هذا منتمي إلى حزب كان إذا هو ما بفهم بالمالية ممكن بفهم بأمور أخرى يعرضها على اللجنة المالية بالحزب. صحيح. اسمحوا لي قبل ما ننتقل لحضرتك أستاذ ظاهر أن نروح على وسط البلد ونتابع لقطات من مسيرة اليوم التي خرجت من أمام المسجد الحسيني بعنوان اعتقال أحرارنا يزيد من إصرارنا. نتابع. Ah!
خليكم هيك خليكم هيك ولا شوي حد إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه لقطات من مسيرة اليوم بوسط البلد. اعتقال أحرارنا يزيد إصرارنا، وهذه المشاركة الشعبية والتأكيد على أن أمن الأردن عقيدة يعني، وهذه ربما رسالة تكون لمن يبحث يعني عن تسجيل الشعارات. هذا هو الشعار، الشعار أن أمن الأردن عقيدة، هكذا هدف الأحرار في وسط البلد. أنا أعود لك يعني أستاذ ظاهر، وبالمناسبة هيك حاب يعني ذكرت معلومة جميلة حضرتك بأنه نسور كان بده الدكتور عبد الله نسور كان بده أي رفع على أسعار الكهرباء. أنا الحقيقة يعني بنهاية عام 2014 على صحيفة الدستور على وجه التحديد كان في خبر بأنه وزارة الطاقة مصدر يؤكد أنه هنالك تخفيض لرفعة أسعار الكهرباء من 15 ل 7، وبعد اليوم طلع لنا الوزير وحكى لنا لا أنا ما في تخفيض. ثم عملوا لنا هذه المسرحية لمدة يمكن 22 يوم، احنا 23 شهر لمبارح 22 يوم، وكأنه مجلس النواب هو الذي حقق الانتصار. وانا بدي اسمع تعليقك على تصريح النسور اللي قال بالحرف الواحد انه احنا خفضنا الكهرباء من اجل مجلس النواب، ليس من اجل الشعب الاردني وانما من اجل مجلس النواب، وهذه 7.5 اللي راحت علينا راح ندبرها من مصادر اخرى للموازنة. يعني شو تعليقك؟ النسور هذا جاي دولة الرئيس، جاي من قلب مجلس النواب، وجاي من قلب الحكومة، وجاي من قلب المخابرات، وجاي من قلب كل التركيبة في البلد، وعارف كل واحد شو بنسوي شو، وعارف اللي في المظاهرات اليوم هذولا مين هم بالاسم وعارفينهم، وهذا ما بأثروا عليهم، لأنهم بأثر عليهم لما يطلعوا ناس جداد وناس مختلفين عن الصورة اللي عرفوها واللي عملوها. ولذلك هو بيشتغل من علم، بعلم نفسه، ولذلك حيكون أطول رئيس وزراء في تاريخ الأردن عبد الله نسور. وهو الوحيد اللي كان عنده جرأة وقدرة على تنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي، وهذه القرارات تبع صندوق الدولي الدولي بتصب في السياسة الاستراتيجية الموضوع على الأردن، بلد آمن ومستقر ولكن فقير. كيف سيكون فقير؟ لا يمكن يكون فقير إلا بالمديونية، وإلا بكل الدخل تبعك كدخل قومي يروح كله تسديد للفوائد، وتظل ممسوك برقبتك. أنت لما تكون مديون، لما واحد له علي مصاري حضرتك متدين منه أنا فلوس، أنا كيف بدي أطلع في وجهك؟ صحيح. وكل يوم بتزيد بتعطيني، فكيف بدي أتكلم معك؟ كيف بدي أحكي معك؟ ولذلك ما كان في أجرى في تاريخ الأردن من رئيس الوزراء عبد الله نسور إلا أنه يرفع يطبق صندوق النقد الدولي، وهذا هو ما طبقه، هو من أجل بده يسرق، أو من أجل لا سمح الله إنه الإنسان فاسد، أو هو فاسق، هو له فاسق وله فاسد، ولكن هو كان عنده طموح يصير رئيس وزراء. لا يمكن تصير رئيس وزراء إلا إذا كنت تقدر عندك قدرة على هذا العمل اللي غيرك ما قدر يسويه، وهو الوحيد اللي كان قادر يسويه، وهو الوحيد اللي سيكون في طول مجلس النواب، ويعني حيظل ماجي هو بسائر مجلس النواب عشان يظل هو وياهم ماشيين إلى نهاية المدة، إلى نهاية 4 سنوات. وأول مرة مجلس نواب بكمل مدته القانونية مع حكومة بتكمل مدته القانونية، ولذلك هو بالتأكيد لما بيرضي مجلس النواب بيرضيهم، لأنه هم ما عندهم أصلا في الأصل ما عندهم قناعة أنه بدناش نرفع الأسعار. طيب بموضوع الاعتقالات، هل تعتقد بصراحة أستاذ ظاهر أنه دكتور عبد الله نسور هو من يأمر باعتقال الأحرار، سواء كان الشيخ زكي، الدكتور أبو جعفر اللي هو كان يعد جيل ليربيه على الإسلام الوسطي المعتدل في ظل ظهور التطرف وداعش وغيره، ثم أعضاء نقابة المهندسين، ثم ثابت وباسم والعديد من الشباب، هل عبد الله نسور هو يعني اللي بقعد يعني ويقعد في استراتيجية موضوعة في البلد؟ ما بيقدر يتصرف فيها عبد الله نسور لحاله، ولا المخابرات لحالها، ولا الديوان لحاله، ولا واحد لحاله، في استراتيجية فوق كله بده يشتغل عليها. عبد الله نسور كان يحكي لرئيس الوزراء في لما كان عبد الله نسور النائب
كان يحكي له انه انت لازم تقود، انت اللي تقود كل الدوائر الكلام شكل والفعل شكل، والكرسي مش مزحه، واحنا لو كنا صاحبين قرار وقاعدين محل يمكن يكون اسوا منهم. اذا ما تغير القانون وتغيرت النظام وتغيرت الاستراتيجيه وتغيرت الابعاد الحقيقيه والفعل الحقيقي، كله بضل كله في دور بدور كاشخاص. انا بلوم هذا وبلوم هذا وبلوم هذا النائب، انت صوتت وانت ما صوتتش، كانهم المشكله. مش المشكله هم، المشكله الاستراتيجيات الحقيقيه اللي احنا بنطلبها لبلدنا. الاستراتيجيات الحقيقية اللي هي ترفع من شأن المواطن وترفع من قدرة المواطن وترفع من حرية المواطن وترفع من كرامة المواطن، هذه الاستراتيجيات إذا انحطت انتهت المشكلة. وهذه ما بتنحط إلا بقوانين. أنا مش عارف كيف فرحين مجلس النواب جاي على هذا، يعني نائب جاي على هذا القانون، ولو ما كانش القانون في صوت واحد عمره ما بيجي. انت فاهم علي كيف؟ كيف بده هو يدافع عن قانون ضد الصوت الواحد؟ وكيف يعني؟ ولذلك التركيبة من أولها لأخرها. بس لو كان في إرادة حقيقية عند الحكومة، وهذه هي النقطة الأساسية، لو في إرادة حقيقية كل شيء بتغير. لو في إرادة حقيقية موجودة وبعد بكلمة واحدة، متى تتوفر هذه الإرادة ولماذا لم تتوفر لغاية الآن؟ ما دام إسرائيل قوية وعايبة، ما دام إسرائيل بتذبح 10,000 فلسطيني في غزة وبتذبح 2,500 أطفال في غزة وما واحد بتنفس، أنت فاهم عليه كيف؟ اتأكد انه عمره ما بيصير في تغييرات. لما يطلع، لما تصير في مظاهرة ويطلع فيها 500,000 واحد او يطلع ملايين في العالم العربي احتجاج على هذا الذبح والقتل وهذا الإساءة لنبينا وهذا الوضع وهذا الظرف، بتوقع بصير يحسب حساب. بس ما دمنا هيك عمره ما في تغيير. جميل. دكتور اذا ممكن بدي اسألك نفس السؤال، يعني متى تتوفر هذه الإرادة، الإرادة الحقيقية؟ هل يعني هي موضوع مرتبط فقط في اسرائيل، ام ترى انه في هنالك جوانب اخرى ايضا يعني تلعب في 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 هذا الموضوع، وكل الربيع العربي لم يساهم بتوفر هذه الإرادة لغاية الآن؟ إرادة لدى الحكومة لا. أخي أنا سؤال، أنا أستاذ ينال يعني سؤال مش أنا لم أسمي حكومة. حكيت الإرادة. أنا أقول عندما تتوفر، لا مو أنا سمعت الجدال الحديث الأستاذ ظاهر بحكي على الإرادة عند الحكومة. لا لا لا، عندما بتوفر الإرادة عند الشعب وليس عند الحكومة. الحكومة مفروغ منها أخي الكريم. عندما بتوفر الإرادة عند الشعب بصير إرادة عند الحكومة، لانه بصير الحكومه تخاف من الشعب. الان الشعب خايف، الان الشعب خايف من الحكومه لانه ما في ديمقراطيه، ديمقراطيه صوريه وشكليه، وبتشوف الناس بتحكي بالشارع شكل لما توقف قدام دولته بصير تحكي له هيك دولتك. بعدين انا بدي اتحدث عن الدكتور عبد الله نصور، تحدث لي. انا اعتقد كتبت مقال اول امس عن انه من يديرنا ليس الدكتور عبد الله نصور، هو شبيه عبد الله نصور الحقيقه. صدقني انه ليس الدكتور عبد الله نصور، انه شبيه، لانه انا قارنته وبمقال منشور إلي قارنته بما كان يقوله وجبت تصريحاته وبين يعني كوتيشن بين أقواس شو كان يقول وهو بالبرلمان. كل ما قاله في البرلمان عاف على عكسه الآن. وأنا ربما يعني أخي وزميلي الأستاذ ظاهر بيعرف أن قديش أنا أحترمه وبجله، لا أنا ربما أختلف معك في قضية، لا لو مش لو كل لو كنا مكانه مصير أسوأ منه، لا ما جربتوا نكون مكانه ولحن ولا اسعى ان اكون مكانه، لا مكانه ولا مكان غيره. طب شو الشعب الاردني بده بوقع له تعهد بهيك قضيه؟ لكن لا، ليس كل المعارضه انه لو كان بمكان عبد الله نصور لاصبح مثل عبد الله نصور. عبد الله نصور استاذ ينال، ما بدي نتحدث عن الشخص اي سوى عبد الله ولا عون ولا مش عارف، هذولا يعني الدكتور عبد الله كان يسعى الى مجد شخصي، انجازات شخصيه وليست الى انجازات وطنيه. هذا نعم. فهذا الكلام احنا من درسه في ماده اللي هو السلوك الانساني في المنظمات الحكوميه، ان في فرق بين انت ما تسعى الى مجد شخصي يقال عنك انك فلان، وانه والله جدع مثل ما تحدث الان الاستاذ ظاهر وقال والله انه حقق وانجز وقدام الملك بين والله يا سيدي على بركه الله انا بجيب لك اياهم. الشعب بس بسكت خلال يومين، برفع الكهرباء وبرفع الدعم وبرفع، وسكت الشعب. هذا انجاز شخصي، هو مش سائل عن الشعب، لانه مو الشعب اللي جابه يا اخي، اللي جابه الملك، هذا التقاء الملك. ولو جابه الشعب سيذيقه الامرين، على رفع النصف بالمئه ويطرح الثقه بحكومته. هل يستطيع مجلس النواب الاردني انه يسحب الثقه من عبد الله نصور؟ لا يستطيع. وانا اتحداهم الان جميعا، بقدم لك 7-10 مشاغبين منهم وزعلانين وبجوز يرضي بعضهم ببعض المكافآت الشخصيه، لكن والله لا يستطيعون، ويأتمرون بامر المخابرات
وبأمر الديوان الملكي وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون يفعل شيء. بس أنا اسمح لي أنا بدي أسألك هنا بهاي النقطة يعني شو اللي بيجبر يعني الدكتور عبد المنصور كان في مرحلة المراحل وهو نائب يعني عنده قاعدة شعبية وكان ليس مش عشيرة النسور ولا أبناء السلط وإنما الأردن كانوا مبسوطين عليه كان ولم يعطي ولا أي ثقة لأي حكومة وكان خطاباته يعني رنانة. هل الراتب اللي بغري هل المنصب هل يعني أنت دكتور يعني أحسنت. يعني أحسنت. ممكن نشير أيضا إنه كان في انتخابات تكميلية في لواء حضرتك في دائرتك الانتخابية والعشيرة طلبت والأبناء اللواء كلهم طلبوا من حضرتك النزول وأنت رفضت تنزل للانتخابات. ما أغراك المنصب ما أغراك الراتب؟ نعم سيدي عشان هيك أنا بقول للأستاذ ظاهر إنه ليس كل من يعارض عينه على المركز مع أنه مش غلط يكون عينه مش كشخص على المركز كمؤسسة حتى تصل إلى مراكز صنع القرار ولا كيف بتتوصل لتنفذ برامجها إذا ما وصلت لمراكز صنع القرار. أنا أقول بأن قضايا يعني في القرآن الكريم يعني مرجعنا ودستورنا بقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا مش هيك وبفتنوا الناس كثيرا. لكن أنا أضيف ولا أعلم ولا أضيف على كلام ربنا إشي لكن السلطة تدخل في الموضوع. السلطة فتنة يا أخي. هؤلاء عندما يصل والكل بيحلف بحياته دولته فات دولته تطلع ودولته حكى ودولته أمر ودولته أوعز بحكي مع التلفزيون بحكي مع فلان اطلبي لي جلالة الملك اطلب لي الديوان الملكي اطلب لي كذا يأمر هو اللي بدير البلاد فتنة. ولذلك بعد ما يطلع من السلطة هؤلاء 13 رئيس وزراء البقية مجتمع فيهم الملك ذيك اليوم والله أنهم ينبغي أن يحالوا على المحكمة أقسم بالله ينبغي أن يحاكموا لأنهم أوصلون لما أوصلون إليه الآن. هؤلاء كلهم عينهم على دورة ثانية عبد الله نسور عينه على دورة ثانية وثالثة حتى يموت لأن السلطة فتنة مثلها أكثر من المال لأن السلطة تأتيك بالمال وتعطيك تأتيك بالجاه أي جاه عشائري بعدما وصل إنه للديوان الملكي. إلى متى يعني دكتور يعني الله يطول عمره دكتور عبد الله نسور يعني عمره حوالي 80 عام إلى متى يعني إلى متى يريد أن يستمر بهذا هذه السلطة وهذه يا الدكتور. سيدي بعضهم يتمنى إذا مات أن يدفن في المقابر الملكية حتى يناله بعد ما يخلص بصير عين وبعديها بروح بقول لك أخذت كل شيء من الدولة بس يا ريت إنه يندفن بالمقابر الملكية يقدر يحصل على إشي من المقابر من تراب المقابر. يا سيدي لا ما أعطيني الفاكسات اللي بدي أحكي لك إياها. طب نرجع للفاكسات عشان نتأخر نرجع للفاكسات. أنا بس أعطيك إشارة للفاكسات أستاذ دكتور إذا ممكن عشان يعني ما نتأخر على أستاذ ظاهر. لا لا لا. أستاذ ظاهر هنا يعني بصراحة يعني الآن في ظل هؤلاء يعني بنحكي عن يعني أشخاص بغض النظر يعني عن الأسماء لكن نتكلم عن نهج بشكل عام. إلى متى يعني سنستمر بمثل هذه الطريقة ومتى سنخطو الخطوة المناسبة؟ نحن حكينا يمكن عن إرادة لكن يعني واضح انه هل الطريق مسدود الان لمتى يعني هذا الجيل الحالي هل راح يوصل لمرحله من الرخاء ويصل لمرحله الاستراتيجيات الحقيقيه اللي تعبر عن الشعب اللي ذكرتها حضرتك؟ انا مشكلتي اني انا يعني مسكون باسرائيل مسكون بالفكر الصهيوني مسكون باستراتيجيات الصهيوني يعني ننسى مسكون انا بهذا الكلام. انا زي ما تفضل هو انا ما قلت كل واحد بصل للسلطه بس اللي في رغبه السلطه واللي في ذهن السلطه واللي في شيء لما يصل السلطة. يعني أنا لما أكون أتكلم ضد الحكومة وضد البلد وضد 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 هذا كلام وعيني على السلطة أنت فاهم علي كيف؟ فلما بعطوني أي إشارة فأنا بروح بهرول. ولذلك مش كل الناس هالحين في السجون الإسرائيلية في ناس بقعد 30 سنة وهو يعذب وفي ناس بيطلعوا حكام في السلطة الفلسطينية من السجون الإسرائيلية حسب الشخص وحسب قناعة الشخص وحسب قدرة الشخص وحسب إمكانيته مثل ما قال هو إذا عرضت عليه السلطة ما بده إياها ونفس الإشي ناس كثيرين زيه لكن في ناس يتمنوا تعرض عليها وهم في قمة المعارضة يتمنوا انت فاهم مش كل الناس عندها أهداف واحدة وأهداف استراتيجية وأهداف وقناعات ذاتية في 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 وضعه بحس انه هو لما يكون في سلام بينه وبين نفسه ولا يكون احترام بينه وبين نفسه اكثر بكثير ما يكون بينه سلام بين الاخرين وبين شكل الاخرين اعطوه هذا المكان وهذه القدرة. ولذلك النسبة إلى الوضع متى حيتغير الوضع من سيء لأسوأ مش الوضع للأفضل. أنت الآن بتقول عن حراكات الحراكات لما كانت في أوجها كان لها تأثير فلما نفسوها من 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 جماليتها ونفسوها من كده ظلت مش ما ظلت وفي نفوس الناس كلها لكن الناس الآن بتدور على لقمة عيش الناس بتدور على السترة الناس خلينا نسمع هيك نشوف اليوم اسمح لي أستاذ ظاهر نشوف كيف كانت المسيرة يصفها لنا مراسلنا في قلب المسيرة الزميل مصعب الأشقر. مصعب السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا
نعم مصعب، لو تصف لنا المشهد يعني كيف كان في وسط البلد بعد صلاة الجمعة؟ نعم، الآلاف خرجوا اليوم لإيصال عدد من الرسائل، أهمها كان إخراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلين رئيس الأردن والذين كان آخرهم الناشطين ثابت عساف وباسم الروادي. الرسائل أيضا توجهت إلى جلالة الملك فهد بن يطالبون فيها بالإصلاح الشامل والفوري الذي وعد به، حيث صرح قبل أيام بأن عام 2015 سيشهد تغيرا جذريا في الأوضاع عن عام 2014. استنكار طبعا لتصريحات الدكتور عبد الله منصور رئيس الوزراء التي قال فيها بانه لا يوجد اي معتقل من رئيس الاردن، وطبعا انكروها انكارا تاما بان جميع المعتقلين السياسيين المرفوعه صورهم والتي سميت اسمائهم ونكت ايديها جميعا كلهم معتقلي راي ولم يرتكبوا اي جرم او اي جنحه تخل بالاداب العامه والتي يستحقون من اجلها الاعتقال. كل تهمتهم بحسب القائمين على المسيره هي حبهم للوطن ومطالبتهم بالإصلاح دائما يا بدر. نعم، شكرا جزيلا لك إذن مراسلنا في وسط البلد مصعب الأشقر، ويعني نعتذر مشاهدينا إذا كان الصوت يمكن مش واضح، ولكن مصعب يعني يمكن في قلب الحدث. وينضم إلينا أيضا الناشط الإصلاحي مؤيد الغوادرة. مؤيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية مؤيد، ولو تحكي لنا عن أبرز الرسائل التي أردتم من خلال مسيرة اليوم إيصالها إلى الجهات المعنية. تحية لك ولضيفك الكريم ولقناة اليرموك التي تهتم بالشأن الأردني وتتابع القضايا المحلية بشكل دقيق. حقيقة جاءت مسيرة اليوم من الحركات الشعبية ومن الحركة الإسلامية لتطالب بإنهاء الحالة بإنهاء الاعتقالات السياسية الموجودة والتي كان آخرها اعتقال الناشطين ثابت عساف وباسم الروابدي، وليتقول للأجهزة الأمنية أن هذه أن الاعتقالات لن توقف الحراك الشعبي ولن توقف الأحرار في البلد عن المطالبة بمحاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح. جاءت رسائل هذه لتقول أن الاعتقالات يعني هي أداة غير ناجحة في وقف الحركات وفي وقف المطالبات الشعبية. حقيقة يعني الشعارات التي رفعت أكدت على الحرية وأكدت أن الحراك مستمر في بلدنا، وجاءت يعني عبرت ايضا عن توحد الحركات الشعبيه خلف قضيه المعتقلين. كل الشكر والتقدير لك اذا الناشط الاصلاحي مؤيد الغوادره، شكرا جزيلا لك. ويعني حاولنا مشاهدينا ان ننقل لكم ايضا وجهه النظر من داخل او من قلب الحراك ومن هذه المسيره. سناخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا مع ضيوفنا الاكارم، وايضا سنذهب لبعض المحافظات ومتابعه حراكها وخاصه الى محافظه جرش. الطفيلة بالمناسبة هم من الربيع العربي من 2011 هم يخرجوا يوميا في مسيرات، لكن اليوم اللي منعهم أنهم شاركوا في مسيرة وصل البلد، يعني هم لم يشاركوا في الطفيلة وإنما شاركوا بهذه المسيرة، وبالتالي لن نذهب إلى الطفيلة كالمعتاد. فاصل قصير إذا المشاهدين ونواصل فقراتنا، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم معنا مجددا في الشعب يريد، وحوارنا مع الدكتور انيس الخصاونه والاستاذ ظاهر عمر. اهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى. ودكتور انيس انا بعتذر يمكن قطعتك وكنت بدك تحكي عن الفلاشات او التاكسات. نعم نعم. تفضل. اولا سيدي يعني انا بدي اقول شيء ان المسيرات هي الوعاء
والقناة المتاحة بالنسبة للحراك الشعبي للتعبير عن رأيه، وهي قناة تكاد تكون يعني تقليد، مش تقليد عالمي، حقوق حتى عالمية، المسيرات وإنما ذهبت في العالم للعمل الشعبي لا يتم التعبير عنه إلا بشكل رئيسي، حتى الزعماء عملوا مسيرات فما في قضية يعني. أنا بعتقد المسيرات أنه ستستمر وهي مفيدة ويتشكل ضغط على الحكومة، لكن ينبغي أن تكون أكبر هذه المسيرات، وكلما كبرت هذه المسيرات كلما سببت ضغط أكبر على الحكومات وعلى الأنظمة السياسية. بس الناس خايفة دكتور. نعم. يعني أنت ذكرت إنه يفترض أن الشعب يخوف الحكومة، لكن الآن الشعب خايف. الشعب خايف. ولما يطلع على جواره مرات واحد بيحكي معه حق ولا لا دكتور؟ يعني أنت شو بتحكي للي بيحكي لك طلع على حدودك، يعني على العراق، على سوريا، وعلى مصر، وعلى ليبيا، وعلى اليمن، و بهذه الخارطة الملتهبة، شو ممكن تحكي للي بيحكي لك إنه إحنا بدناش نصير فينا زي ما صار بأشكال؟ نعم، أنا ممكن أحكي أقول له إن هذه المقارنة غير عادلة على الإطلاق وينبغي أن نقلع عنها تماماً. طلب إحنا طلاب حرية وعدالة وفق القانون، إحنا مشتغل وفق القانون وبدون دماء. الأردن على مدار الأربع سنين الماضية لم تنقطع يعني يكاد في أسبوع بالمملكة إنه ما كانش في حراك وما كانش في نشاط، لكن مسألة الدماء في الأردن ما الضرر، ما الضير في ذلك إذا كان في حراك وحراك غير دموي، حراك متحضر جدا يشكل ضغط، لكن هذا الضغط يتحدد حجمه بموجب حجم هذه المسيرات. أنا أؤكد لك لو كان هناك مسيرات ضخمة جدا لتوقف وفاوضها رئيس الوزراء وفاوضها مدير عام المخابرات وفاوضها الملك نفسه، لكن عندما يرى مباهرة يعني تقصد بصير الشيء خيرونا يا إما أمن وأمان يا إما حرية، لا إحنا بدنا أمن وأمان وبدنا حرية وهذا مطلب عادل. وهنالك تجارب في العالم، وهنالك في هذا، في تونس ما كانش في دماء تقريبا، في المغرب ما كانش في دماء، الدماء الحقيقية وهي التجربة الأقرب للأردن بالضبط، الدماء الحقيقية لما جاءت المقاومة للديمقراطية. يعني في مصر صار في دماء لأنه النظام نظام انقلابي، وبالتالي قتل 4000 شخص في يوم واحد في لحظة واحدة بطريقة مسيئة لأنه هو انقلابي. في سوريا مقاوم للديمقراطية وبالتالي فهو يقتل الناس، إنما الأنظمة التي تتجاوب مع شعوبها، فأنا أعتقد أنه ما في داعي للدماء وما بصير في دماء. اثنين، الفلاش الثاني أنا أود أن أوجه أنه أقول للحراك الشعبي وللناس وللأردنيين، نحن ندافع عن الوطن ونحن نعارض من أجل الوطن وليس ضد الوطن. أنا أؤكد على أن الحقوق تنتزع ولا تمنح. لم أرى نظاما في التاريخ، وأنا أدرس مادة التطور السياسي للأنظمة السياسية في العالم وبالذات في الدول النامية، لم أرى نظاما في التاريخ أنه قدم الديمقراطية على طبق من ذهب كجائزة أو هدية، لا يمكن إلا بالضغط، بده ثمن. أنا لا أتحدث عن دماء لكن أتحدث عن ضغط. نعم. أنا أؤكد لك إذا تذكر قبل 3 سنوات عندما صارت الانتخابات قبل هذه وصارت وفق قانون الصوت الواحد، اللي لما عاد أجا فايز الطراونة وكان رئيس وزراء قال أبدا لم يمت قانون الصوت الواحد وأعاده، لما خرجت مظاهرة، المظاهرة كانت بحدود 4 أو 5 آلاف 6 آلاف، لما الملك أكيد شاف أنه 5 آلاف من 7 مليون 8 مليون في حينه قال لك توكلوا على الله، لأنه هذولا من 5 آلاف لثمانية مليون لا يشكل شيء، لكن لو شاف 3 مليون طالعين بالمظاهرة، أنا لأؤكد لك اللي قال لهم جمدوا كل إشي وقف القضية في التجارة يعاب. القضية الحراك أنا أعتقد أنها قضية مهمة جدا، وأن على الأردنيين أن تذكروا أن لن تأتيهم الحقوق، وإذا تجاوزنا هذه الفترة، إحنا في أواخر الربيع العربي، مراحل الربيع العربي في أواخر المطالبة بالحقوق، أنا أعتقد إذا تجاوزنا هذه الفترة أن الأمور ستبقى على حالها لمجوز 50 إلى 60 سنة. أيها الأردنيون، نحن نريد أن نحافظ على بلدنا وعلى مؤسساتنا وعلى أمننا وعلى نظامنا، لكن نحن نريد حقوقنا ونريد أن نكون شركاء في هذا النظام. نحن لا ندفع الضريبة وليس لنا قول في أي شيء، نحن نريد أن نكون جزء من نظامنا وأن نحكم نفسنا بأنفسنا وفق الدستور الأردني. الحكومة هي المفروض تأخذ من البرلمان، بتأخذ الثقة، هي بتصبح تمثل الشعب الأردني عندما تأخذ الثقة من البرلمان. عندما يكون البرلمان بمستوى محترم، عندما يكون البرلمان جاي وفق قانون محترم،
إذن هي دائرة الجميع شركاء فيها، وتبدأ هذه الدائرة من الشعب الذي نعم. يريد أن يعني يفرض كل هذه المطالب على الأطراف الأخرى. أخير آخر فلاش سريع أنه أنا أريد أن أؤكد على أن الفهم السياسي وعن القضية الوضع السياسي والصياغة السياسية وطبيعة النظام السياسي وأهدافه ومقاصده هي تسبق الأوضاع الاقتصادية. قضيتنا الحقيقة في الأردن ليست قضية اقتصادية، القضية الاقتصادية هي من مفرزات النظام السياسي. من يتخذ القرار في الشأن الاقتصادي هم الساسة. الساسة بدنا نتفق كيف بدهم يوصلوا ومين يوصلوا وكيف بدنا نوصلهم، من ضمنهم قانون الانتخاب. فدوما الوضع السياسي قبل الوضع الاقتصادي، وإلا بيستلم فاسدون ويدمروا المجتمع وبوصلون ل 30 مليار وبعدين أولادهم بالمناصب وأولادهم بالمناصب. مش بس هيك، وبحط لك يعني أنا أستغرب يعني رئيس حكومة لو كنت مكانه والله اللي تردد حتى لو كان حق لابنه، مع أنه مش حق لابنه بالمناسبة. لو بدنا نفترض أنا مطلع على وزارة الخارجية يا أخي، وزارة الخارجية في 10 سفراء وأنا بعطيك أسمائهم الآن، أنا بعرفهم شخصيا، 10 سفراء الآن برتبة سفير، برتبة سفير. وزارة الخارجية في تدرج بالرتب، آخر رتبة سفير وقبلها اللي أقل منها وزير مفوض. ابن الدكتور عبد الله نسور برتبة وزير مفوض. 10 سفراء جالسين بوزارة الخارجية، بعضهم 5 سنوات صار سفير ولم يخرج ولا مرة، ويخرج الآن الأقل رتبة تبعته السفير على عمان. والله لو كنت أنا رئيس الحكومة لخجلت. هذا وزير الخارجية الذي يقوم بهذا العمل يقوم مأمورا وهو له مصالح أيضا في ذلك. كيف بتترك أنت 10 سفراء قاعدين بوزارة الخارجية؟ مش أردنيين هذولا؟ مش دافعين لضريبة؟ ولا نسبهم في عائلاتهم الأردنية لا يرقى لنسب ابن الدكتور عبد الله نسور؟ نحن نريد أن نحاسبك ونحاسب عبد الله نسور ونحاسب الحكومة. هذه البلد مش تكية، هذه البلد لنا جميعا، ندفع الضريبة وأبائنا وأهلنا ضحوا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل ذلك. فبأي حق أنت تفضل ابنك على أبناء الآخرين؟ حتى دكتور لو كان هو بالمرتبة الأولى لصاحب الأولوية، درءا للشبهات في كل العالم، ما في في كل الكرة الأرضية بكل دولها يعني ما في رئيس وزراء بعين ابنه سفير وهو على رأس مسؤوليته. بدنا نروح لحضرتك أستاذ ظاهر وبدنا نحكي برضو عن موضوع مهم وهو موضوع الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، والتي أصبحت يعني تنتشر يعني الحديث عنها وكيف من الممكن أن نرد على هذه الإساءات. ولكن اسمح لي يعني المشاهدين بيطلبوا أن يشوفوا مزيد من اللقطات فيما يتعلق بمسيرة اليوم، نتابع لقطات جديدة من مسيرة المسجد الحسيني. لعلها دعوة للاستجابة لكلام ضيوفنا بأن نكون من يشاهد الآن هذه المسيرة أن يكون مشارك في المسيرات القادمة. نتابع. Yeah.
أهلا لمشاهدينا، تابعنا هذه اللقطات والمقاطع من مسيرة اليوم في وسط البلد ومشاركة من يعني مختلف الأطياف ومن مختلف الفئات العمرية وحتى الأجناس. يعني نشاهد النساء حتى يشاركون في مثل هذه المسيرات، والنساء هم من يدافع عن المسجد الأقصى وعن الاعتداءات المستمرة من الجانب الصهيوني والمستوطنين، كرسالة أيضا إلى أن يعني المجتمع هو يعني الجميع شركاء به بما فيهم النساء، ولهم دور كبير بالمساهمة بتحقيق كل ما يتمناه وتتمناه الشعوب. أعود لك أستاذ ظاهر، ولا شك أننا نمر الآن عبر وسائل الإعلام في فرنسا وامتداداتها أيضا الأوروبية إلى موضوع الرسومات المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام وما تبعها من يعني أو ما قبلها من يعني ربما الاعتداء المسلح يعني، واللي راح ضحيته يمكن 12 صحفي من هذه الصحيفة، ثم مسيرة باريس، ثم المسيرات التي عمت يعني معظم أرجاء الأمة. كيف تصف لنا المشهد وما هي يعني الآن في هذه اللحظة، ممكن تصف لنا اللحظة اللي إحنا تواجه فيها الأمة الإسلامية؟ يعني حقيقة المال السايب بعلم الناس السرقة، وما قدروا هم يطلعوا بهذه الإساءات بهذا الشكل إلا لما وصل العالم الإسلامي إلى قمة الانحطاط من تفتت ومن تشرذم. وقلب العالم الإسلامي هو قلبه العالم العربي، العالم العربي هو قلب العالم الإسلامي، وقلب العالم العربي هي فلسطين. فما قدرنا، شوف تخيل أنت قبل الثمانية وأربعين كان على اليافطات في أوروبا وفي أمريكا في المطاعم المحترمة مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب والسود واليهود. بعد ما دخلت إسرائيل فلسطين وأعلنت دولتها في 1948 بدأ هذا الشيطان يظهر ويعمل عمله ويحفل فعله. فقدروا يعملوا دولتهم ويكملوا دولتهم. ما قدروا هم يبرزوا في العالم وسيطروا على العالم إلا لما دخلوا على أرض فلسطين. هالحين هذا الوضع بدل ما كان يمنع هو إنه يدخل مطعم لأنه يهودي، صار ماسك حكم وماسك وضع وماسك أرض، فبده يستقتل، بده يستقتل حتى يظل سيد، لأنه هذا اللي عانى من الذل وعانى من الإهانة وعانى من كل المصائب تحت الطاولة وكان مهان، صار سيد اليوم، فبده يتحكم في كل الدنيا. عشان يتحكم في هذا العالم لابد إلا يفتت العالم العربي، ولا يبد إلا يفتت العالم الإسلامي. ولذلك هذا الجو اللي احنا بنعيشه هو جو العلو اليهودي اللي الله وعدهم فيه، وقضى ربك لبني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوة كبيرة. لا يمكن يعلو هذول الناس إلا بانحطاطنا، لا يمكن يعلو هذول الناس إلا بشرذمتنا. لا يمكن يعلو. تطير لكلام حضرتك عشان تكون الصورة واضحة، أنا يمكن فاهم عليك ولكن عشان نوضحها برضو للمشاهدين قبل ما وانت بتكمل كلامك، انا سالتك عن الاحداث وحضرتك رجعت لاسرائيل. انا بدي اكملك. نعم بدي اربطها باسرائيل، ما انا بدي احكي لك يعني، وكانه نعم نفهم من كلامك ان هم من خطط ولذلك نفذ ما حد لمحاوله تشويه، ولذلك هذا أخي ما حد له مصلحه في الدنيا يشوه هذا الاسلام الا هم. جميل. عشان يبقوا ما له مصلحه، الامريكي ما له مصلحه، والفرنسي ما له مصلحه، والاوروبي ما له مصلحه، كله وله دار على الاسلام وله دار شو الاسلام. اللي عنده الفكر الشيطاني مشان مصلحته هو هذا، والمخطط هو مشان مصلحته في النتيجه النهائيه، مش مشان الوضع. ولذلك شو مصلحته يعني؟ مش المسلمين اللي نفذوا العمليه؟ لا كل ما هذول الناس مساكين، احنا مش مسلمين وانت مسلم وهذا مسلم، حتى اللي بيسكر مسلم عنده هذا التفكير الشيطاني، ما عنده هذا التفكير الشيطاني ولا قاعدة ولا كله قاعد ومقاعد وتفكير، وكل هذا الكلام كله جزئي، مش موضوع استراتيجي ومخطط له عالميا. يعني هل بتستطيع انت تعتقد انه هذه العملية اللي صارت في باريس قتل 12 واحد ويجمعوا كل زعماء الدنيا والعرب والمسلمين عليهم يجتمعوا من اجل يستنكروا قتل 12؟ وكلنا بنستنكر قتل 12، لكن انت هذول قتل 12. اذا كان بتكلم عن هذول الشباب اثنين اللي عملوا العملية كانوا معروفين من CIA وكانوا معروفين من المخابرات الفرنسية وكانوا معروفين من المخابرات البريطانية وكانوا معروفين، طب انتوا كنتوا كانوا بتكلموا هذا الكلام وما فيش مكان يروح لغير يقتلوا يهود؟ يعني غير ينقتل في الطرف الآخر؟ وبعدين انا والله حكيت لزوجتي هيا، قلت لها شوف لأبولكي، اذا كان مسكوا احياء معناته العملية بـ بـ بدون تخطيط إسرائيلي، وإذا مسكوا ميتين فالصهيوني وراهم بدون، لأنه صاحب المصلحة. واللي شفناه إحنا، اللي شفناه أنت تخيل بتجمعوا الحين، تخيل أنت
اندبح من العالم العربي قديش، ومن الفلسطينيين قديش، ومن العراقيين قديش، ومن السوريين قديش، ومن الليبيين قديش. عمرك شفت زعيم بيطلع في واحد احتجاج ولا ياخذ 10 وراهم في حراك زي هذا الحراك ويقول لهم احنا نرفض هذا الحكي؟ الله اكبر، بيموتوا الناس في غزه يذبحوا امام العالم، الاطفال، الدمار، القتل، الذبح، الكذا، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في كل مكان يقتلوا ويذبحوا ويهانوا، وما بيطلع واحد بس مجرد يستنكر كقائد ولا مسؤول ولا زعيم. وبيطلع على كلام. جرس يعني برضو تأكيدا، مش بس اللي نفذوا العملية قتلوا، حتى المحقق اللي عينوه طبعا دعوا انه انتحر طبعا، يعني كدليل على انه في تساؤلات. اخراج كثير. اخراج اخراج لمسرحيه بدهم يشتغلوا عليها، ممكن اخراج سيء عشان طبعا يعني مكشوف بس هم عارفين مش سائلين عن العالم سيء ولا مش سائل، هم حادثين في العالم، ما هو بالامر بيجوا لانه ما عاد في مؤامرات في العالم العربي اخي والعالم الاسلامي، صار في اوامر. عصر المؤامرات انتهى، بس عصر الاوامر الان. عينك عينك. لا نرجع للدكتور انيس، ولكن اسمح لي دكتور نروح على جرش، وينضم الينا من هناك مراسلنا نصر العتوم، كان في حراك ايضا لاحرار جرش اليوم. نصر السلام عليكم. الله وبركاته، حياك الله نصر، ولو تحكي لنا ايضا اليوم عن حراك احرار جرش، لماذا خرج، ما هي ابرز العناوين والشعارات التي خرجوا بها؟ زميلي ينال، في هذه الجمعه كانت هناك فعاليتان للحراك الاصلاحي في جرش، نصره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاولى في مخيم سوف والثانيه في بلده ساكت، حيث نظم ائتلاف جرش للتغيير للمره الثانيه عقب صلاه الجمعه اعتصاما اصلاحيا نصرة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمام مسجد خالد بن الوليد في مخيم سوف بعنوان إنا كفيناك المستهزئين. كما نظم الحراك الشعبي في جرش عقب صلاة الجمعة وقفة تضامنية نصرة للنبي العظيم أمام مسجد أبو عبيدة في بلدة ساكب بعنوان محمد قائدنا والغرب قائدهم. وأكد ائتلاف جرش للتغيير أن اسم الرسول الكريم محمد هو عنوان الأمة، وبين أن استهداف اسم الرسول الأعظم لا يأتي عبثا، وإنما يأتي بقصد طعن الأمة في أغلى نفائسها التي تهون بعدها أي قضية. واعتبر الائتلاف أن الإساءة الممنهجة للرسول الكريم مقدمة لخطر كبير يحاك للأمة وللإنسانية، مؤكدا أن بعض الضالعين مع المشروع الصهيوني والاستعماري تروق لهم هذه الاستراتيجية الغربية باعتبارهم المنفذين على الأرض لكل المشاريع التي تنتظر المنطقة تطبيقها عليها، معيدين إلى الأذهان تقسيمات ساكس بيكو. وأكد الائتلاف سقوط الأنظمة الغربية وإفلاسها، مبينا أن دعاوى الإرهاب والعنف والحريات الزائفة هي الغطاء الذي تستر به الأنظمة الغربية المفلسة أخلاقيا وحضاريا وجهها القبيح. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها أوهام الحرية في الثورة الفرنسية، اليهود سرطان العالم، للإرهاب عنوان فرنسا بريطانيا أمريكا الصهاينة، المحرقة هلوسة صهيونية وابتزاز للعالم، ليس مستغربا موقف بعضهم من الإساءة للرسول، أصابع اليهود تعيث فسادا في الأرض. نعم نصر، شكرا جزيلا لك إذن على هذا الملخص لحراك جرش. محمد رسول الله، محمد رسول الله، خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود، يا فرنسا لم فلوسك، يا فرنسا لم فلوسك، جيش محمد راح يدوسك، جيش محمد راح يدوسك، يا ماسوني صبرك صبرك، يا ماسوني صبرك صبرك، والإسلام بحفر قبرك، الإسلام لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف. إذن مشاهدينا كانت هذه وقفة أحرار جرش زي ما حكوا ضيوفنا، نتمنى تكون أكثر عددا، ولكن يعني تقديرا لهذه الوقفات وتقديرا للوقت اللي دائما ما يقوم به هؤلاء الأحرار من خلال بدل ما يروحوا على بيوتهم مثل باقي الناس، لكن هم يصروا على أنه ينظموا حراك ويوصلوا رسائل من خلاله، كما هو الحال في جرش كان في الأغوار الشمالية. وينضم إلينا مراسلنا ماجد القبيس ليحدثنا عن الأغوار وأيضا حراك اليوم. ماجد السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا 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 زميلنا. نعم ماجد، لو تضعنا أيضا بصورة يعني حراك اليوم في الأغوار الشمالية. بحمد الله سبحانه وتعالى، اليوم نظمت الحركة الإسلامية وقفة تضامنية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بمشاركة الحركات الشعبية الموجودة في الأغوار الشمالية، وذلك بعد صلاة ظهر اليوم في المشارع أمام مسجد محمود البشير الغزاوي.
طبعا هذه الوقفة كانت بعد غياب طويل للحراك وخروج الحركة الإسلامية. في هذا اليوم شارك أعداد يعني عشرات من الشباب الموجودين أمام المسجد، وتحدث مبدئيا الشيخ خالد مروج مسؤول الحركة الإسلامية في الأغوار، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أن محاولة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن إساءة لذاته ولشخصه، ولكن هي إساءة للأمة جميعا. وأعرب أيضا عن الظلم والقتل والإرهاب والهجمة الشرسة التي يقودها الغرب، هي عبارة عن تمثيلية تهدف إلى الانقضاض على ثروات الأمة. وأيضا تحدث الأخ مع بشير الغزاوي في هذه الوقفة أيضا كمثل ما قاله الشيخ خالد، أن هذا القتل والظلم الذي يقوده الغرب إنما هو مسرحية، وإنما هو صنيعة، وإنما هو انقضاض على هذه الأمة، وأن هذه الأمة التي خرجت نصرة للمجلة تشارلي لم تكن تخرج نصرة لغزة وغيرها من الشعوب العربية التي وقع عليها الظلم. نعم، شكرا جزيلا لك إذن ماجد البيس مراسل يرموك في الأغوار الشمالية، ونتابع مشاهدينا لقطات سريعة أيضا بالصوت والصورة من هذه الفعالية. ولم نرى في حكوماتنا ما يمكن ذلك، بل رأينا عكس ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، إلى أن قال: إني قد تركت فيكم. إذن المشاهدين، كانت هذه أيضا وقفة في الأغوار الشمالية، والحقيقة يعني دكتور أنيس، لو نتحدث عن هذه الفعاليات، مشكورين كل من نظم وشارك بهذه الفعاليات، ولكن موضوع الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق والمرسلين يحتاج منا لجهود أكبر، وأنتم يعني في الحراك الإصلاحي والتجمع الشعبي الإصلاح ومختلف الحراكات الشعبية، هل من نية لعمل أي شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولماذا لغاية الآن تأخر يعني ولم نظهر ولم نشاهد فعالية على مستوى الحدث؟ سيدي يعني إساءة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يعني لحديث بعد قليل فيها، لكن بالنسبة للفعالية سيكون هناك لدينا فعالية نحن نجهز الآن بعد أن في الأسبوع الماضي بعد أن الحمد لله انتخبنا هيئة عامة وتأسيسية لتنسيقية الحراك الأردني، ستشرف على معظم نشاطات الحراك في الأردن كاملا بطريقة منظمة. نحن الآن الحقيقة نهيئ ونجهز لمسيرة كبير تليق برسولنا العظيم، ستخرج في عمان، نشارك فيها معظم الفعاليات من الأردن كلها نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ندرسها بشكل منظم لتخرج بالشكل اللائق الذي نريد. لكن أنا عودة على موضوع الإساءة، وأنا والله بمنتهى الصدق أقول لك أنه أنا أشعر بأنه لا أحد يستطيع أن يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. أكبر وكما قال متحدثك الآن من الأغوار، الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قيل فيه شعرا وتم هجاؤه وتم إيذاؤه وكتب عنه من قبل أو ما روي عن الإساءات اللي تعرض لها في أيام الدعوة، لكن لم تداول وذهبوا من أرادوا أن يسيء للرسول، وبقي هذا الدين وتوسع وانتشر وهو بالمليارات. والله كفاه هؤلاء. لذلك أنا أقول أنه كمان مرة أعزز بأنه هو إساءة فعلا للإسلام، لكن الذي يثيرني بشكل كبير جدا هو تحالف القادة، كثير من القادة العرب والمسلمين في هذه الحملة ضد الإسلام للأمانة، وإن كانوا لا يظهروها لكنهم متحالفين، فتراهم يتحدثون عن التطرف الإسلامي ويعيدون نفس المصطلحات التي صاغها وابتدعها الغربيون الذين يهاجمون الإسلام، فهم يعيدوها وراءهم: التحالف ضد الإرهاب، التحالف الدولي ضد فلان، التحالف ضد التطرف الإسلامي. وليس هكذا يعني القضية، في هنالك محاصرة
يا أخي أنت بدك تحكي عن الإخوان المسلمين بواجهوا ضغوطات وتقييدات ومحاصرة عندك في الأردن محاصرة، وتم قول الكثير في موضوع الإخوان المسلمين، وقيل عنهم ما سنيين، وقيل عنهم ما قيلوا قوى الشر، وقيل يا أخي أنا أعتقد أن هذه النعم هي جزء من حملة عالمية ويتم التأثير على القادة العرب والمسلمين، ليس جميعهم. أنا أعتقد أن ممكن لا ملاحظة طيب. مهمة، أن كثير من هؤلاء القادة هم يدافعون عن استعداد أن يفعلوا أي شيء دفاعا عن أنظمتهم، ولأنها أنظمة غير ديمقراطية، وبالتالي هم يسيرون في فلك الغربي مسرعين. بس هم بيحكوا، أنا بعطيك وجهة نظرهم نعم. دكتور، يعني قيل من هؤلاء القادة اللي شاركوا بأنه إحنا شاركنا من أجل 6 مليون فرنسي مسلم، ولذلك نحن أتينا لنصرة المسلمين في بلاد الغرب وخاصة في فرنسا لنظهر أنه إحنا قيادات مسلمة أيضا ضد الإرهاب. طيب هل تشارك مقنع. هل تشارك يعني انا شخصيا لا اعلم كيف انا اشارك في 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 مسيره نحن ضد ما حصل بفرنسا بالمناسبه من قتل نعم لانه لا يجوز، الاسلام ليس مع القتل ابدا، لكن نحن لا يمكن ان اسير انا ورايه مرفوعه خلفي مسيئه للرسول وانا ساير في مسيره، من الذي صاغ تلك الرسوم؟ الجهة اللي جاي أنت بتتظاهر أمامها كيف أنا بمشي فيه؟ ووزير خارجية المغرب انسحب عندما رأى تلك اللافتة التي تسيء إلى الرسول، كيف أنا بدي أنضوي تحت لواء راية خفاقة بهذا الشكل؟ هذه قضية مهمة، ما عندنا مشكلة كان أن نشجب، لكن لا يجوز أني أروح أنا أكون جزء من فعل من هذا النوع وفي اليوم التالي شوف كديش أحرجوا من شاركوا في تلك المسيرة وفي اليوم التالي طلع الديوان الملكي عن انه قال والله انه ما بصير وعيب، واللي كيف انهم طب كيف عادة نشر الرسوم، يعني احنا انت هذه خطوات تمثل قياده الدوله والمجتمع تكون مدروسه، وانت موجود هناك في مليون مرافق معاك ويشير لك شو المرفوع وشو يعني كل خطوه هي محسوبه، لذلك انا اعتقد ان الحمله هي ليست اساءه للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما هي اساءه للاسلام، الاسلام يتعرض الى شو دور مؤامره كبرى عالميه كبرى الآن من قوى الشرق والغرب، ويلعب كثير من القادة العرب والمسلمين أدوارا قيادية في موضوع مقاومة الإسلام والمسلمين. أخي أنت ينبغي تحكينا الدور دكتور عشان الوقت عم بدركنا، وبدنا يعني أنت برأيك ما هو دور المسلمين الذين يتعرضوا لمثل هذه يعني الحرب المعلنة اللي أصبحت، يعني لهم تعد تحت الطاولة زي ما حكى أستاذ ظاهر أصبحت حرب معلنة، يعني دور المسلمين في أن يقوموا في أن يستمروا في مطالبتهم ابتداء بحرياتهم حتى تكون هذه الحكومات ممثلة لهم، ولذلك أنت لم تبحث مش بعيد عن الحراك اللي إحنا بنحكي من أجله. كيف أنا بدي أطالب أنا الآن لو في حكومات تخشى الشعب ما بيستطيع أنه يشاركوا في باريس ولا بيستطيع السيسي يطلع يقول لك بدي أنا الثورة الدينية وبدي يلغي نصوص الجهاد، لو في شعب وفي قوة شعبية لو تمثلوا هذا، لو أنه جاي بإرادة الشعب، لذلك أنا بقول لابد لهذا الشعب من أن يطالب بحريته وأن تكون الحكومات والبرلمان ممثلين لنبض هذا الشعب ولإرادته حتى تستطيع حتى تقوم الحكومات بعمل حساب لهذه الشعوب. والمسيرات هي تعبر رمز معنوي، يعني أنت ما لما تروع البيت ما بتأكل بالمسيرات ولا ما بتسوي لك شيء، هي رمز معنوي عن الرفض اللي بتعبير، لكنه نحن في الحلول الأخيرة لابد من انه احنا نطالب يا اخي بدنا ننظف بيوتنا الداخليه قبل ما تحكي عن تنظيف بيوت برا، ممكن نستغل هذه الحوادث عفوا لكي نوحد صفوفنا طيب. نوحد صفوفنا يعني خلف امه النبي، انت بتحكي عن مسيره الهاد بتحكي عن اساءة الرسول، طيب ما احنا لما بيسيء اليهود لما اساءوا هذا السفير قاعد بين ظهرانيك بعيد عن البرلمان 200 متر وقعد وتحدث بكلام غير لائق واساء للبرلمانيين الاردنيين، وعندما طالبوا الحكومه ما قدرت الحكومه تفعل شيئا، ليش؟ لأن البرلمان لا يستطيع التأثير على الحكومة، لأنه برلمان ضعيف، لأنه القانون اللي أجى فيه قانون ضعيف، وبالتالي الحكومة ما بتخاف من البرلمان. طيب أعطيك كلمة أخيرة، ولكن يعني إحنا وقت أدركنا ممكن كلمة أخيرة من الأستاذ ظاهر عمر فيما يتعلق بهذا الموضوع، أنت يمكن ذكرت إسرائيل دائما يعني دائما هي الأساس في كل المصائب التي تحول في وتتجول هنا في الأردن وفي أمتنا. نتنياهو شارك في المسيرة وهو غير مدعو، ولكنه أحب إنه يثبت موقف إنه أنا ضد الإرهاب الإسلامي في أوروبا، وبالمناسبة هو رايح يمكن الأسبوع القادم إلى الكونغرس أيضا بدون دعوة، والبيت الأبيض يحتاج على نتنياهو إنه أنت كيف تيجي على الكونغرس بدون ما تنسق مع أوباما، الدبلوماسية بتحكي إنه أنا الرئيس ينسق مع الرئيس، ولكن هذا هو نتنياهو اللي إحنا يمثل يعني رئيس دولة عدو، صحيح رئيس حكومة دولة عدو، ولكنه الحقيقة غيور
على دولته أو على هذا كيانه الغاصب وغيره على شعبه وغيره على دينه من خلال أنه يفرض نفسه في كل هذه المحافل ليلتقط الثمار. كيف تصف لنا هذا المشهد؟ وإن كان لك من كلمة أخيرة لكيفية الخروج من المأزق والحل في ظل ما نعيشه في هذه الأوقات. مثل العربي عندنا بيقول القوي عايب، وهذا عايب لأنه قوي على الضعفاء اللي حواليه كلهم، ولذلك ما حد بيقدر يقول له لا وين أنت رايح. أنا في اعتقادي في عندنا مشكلتين بدهم حل. أول شيء أنا بعتقد أنه الإسلام في قمته والمسلمين في أرذل السلم، لكن الإسلام من لما نزلت الرسالة على سيدنا محمد وكل يوم أفضل من اللي قبله، كل يوم أقوى الإسلام، وسينتهي الإسلام بالبشرية كلها تكون في النهاية، وسينتهي هذا العدو الصهيوني وستزول إسرائيل وستزول كل هذه المصائب. لكن أنا في اعتقادي أنه في عندنا إمكانيات أمنيات وفي عندنا حلول. أنا عندي حلين. الحل الإساءة للرسول، هذه فرصة عظيمة لما بيسيئوا للرسول إنه كيف نستغلها إحنا، مش كيف تكون ضدنا. هذا شعب قارئ، الشعب الغربي شعب قارئ، شعب بقرأ. علينا إحنا إنه نعتمد على الكتاب اللي مكتوب من قبل الفرنسيين نفسهم، مش من قبل الأستاذ أنيس الخصاوني وترجم شو بيقول، أو قبل ظاهر عمر شو بيقول، أو أبو هريرة شو بيقول، أو سيدنا عمر شو بيقول. أنا باجي بشوف مين المسلمين الفرنسيين ليش أسلموا وشو نظرتهم للرسول، وبكتب كتاب باللغة الفرنسية لما يسأل الرسول باللغة الفرنسية، وبوزع منه 5 ملايين نسخة مجانا. ولما يصير في الصين بعمل نفس الشيء، وفي ما نخاطب أنفسنا يعني بعض، بقول لك نفس الشيء، مش نخاطب، نخاطب الطرف، نخاطب الغير ولا نخاطب أنفسنا، بنخاطب الطرف الآخر بلغة الطرف الآخر مش بلغتنا. مش كتاب بكتب بالفرنسي مترجم عن أبو هريرة وعن حسن البنا، أنا بكتب الكتاب اللي المسلم الفرنسي ليش أسلم، والبريطاني ليش أسلم، والتركي، وهذا كل واحد ليش أسلم، وبوزع لما تصير إثارة بوزع لأنه شعب بقرأ. لما صاحب الإساءة اللي بيعمل هذه الإساءة بيعرف إنه ارتدت عليه العملية مش حيسيء ثاني مرة. هذا الإشي الأول. الإشي الثاني، إحنا الضعف والهلهلة اللي موجودة في العالم الإسلامي شو سببها؟ أنا في اعتقادي كل واحد في دولته زعيم وكل واحد في دولته قوي. أنت يا أردوغان، أنا في كتبت مقال وحنشره بعد بكرة، انحطاط العالم الإسلامي في ذمة 3 أشخاص فقط، 3 أشخاص في ذمتهم العالم الإسلامي انحطاطه: أردوغان، علي خامنئي، مصر. يعني لو اجتمعوا هذول الثلاثة، اجتمع البعد الفارسي والبعد الإيراني والبعد الشيعي من منظور إسلامي، والبعد التركي مع البعد الأصل تركي مع البعد اللي هو قوميته وبعده السني، إلى أنه يرتفع إلى بعده الإسلامي، والبعد المصري يرتفع من بعد اللي هو موجود فيه من أجل لأنه هذا يمثل العالم العربي. فإذا كان تكتل العالم العربي بتمثله مصر، وتكتل العالم السني بتمثله تركيا، وتكتل العالم الشيعي بتمثله إيران، واجتمعوا هذول الثلاثة فقط، تخيل إذا اجتمعوا على قرار واحد شو بصير في منظور العالم الإسلامي كله؟ بتجري واحد يشتغل هذا الشغل؟ بتجري على واحد يشتغل هذا العمل؟ طبعا هذا الكلام هو أمنيات، ما هو الكلام يعني بس استحقاش، بس أردوغان سبب انحطاط هاي عليها يعني كلام، بس خلني أقول عليها كلام، بلاش انحطاط يا أخوي، مش انحطاط، بلاش انحطاط، أعطيها أي شيء. بس الضعف اللي موجود في العالم الإسلامي لو كانوا هذول الثلاثة بيجتمعوا على رأي واحد من أجل الإسلام مش من أجل قوميته، وهل ال 21 عربي رح يطبعوا نفس هذول؟ لما بيجتمعوا الثلاثة كلهم بيرجعوا لهم. يعني لما مصر بتقود يعني مع تركيا بده يرجع، خلينا أكلمك، أنا بتكلم لك عن مين بحكم مصر، بتكلمك عن مصر بس، بتكلم لك أنه هذا بيمثل مصر. إذا كان هو غير وجهة نظره وأصبح حس عنده بعد إسلامي وبعد ديني، بالإضافة إلى أردوغان اللي عنده البعد الإسلامي، بالإضافة إلى خامنئي اللي عنده البعد الإسلامي، خامنئي اللي بقتل بشعب السوري، خلينا أكلمك، بقتل بشعب وغير بقتل بشعب، هذا قضية سياسية، هذا كلام شبعناه وسمعناه كثير، بقتل في شعب غير مسلم، والشيعة كافر وهذا سني وهذا داعش وهذا داعش. إحنا الآن أمام ضعف ووهن إسلامي موجود، بدنا كيف نوحد عالمنا، لأن كلنا مذبوحين وكلنا رايحين في الحضيض، كل واحد زعيم لما بطلع، لكن لما بيجتمعوا باسم الإسلام كلهم ضعفاء. لما الآن بتكلم أنت عنهم كمسلمين ضعيفين ما إلو كرت على الطاولة، بس لما بيجتمعوا وبيقدروا يحطوا، تخيل 3 من بين 1.5 مليار، إذا بقرروا الثلاثة إنهم بدهم بعدهم الديني وبعدهم الإسلامي، شوف شو بصير في العالم الإسلامي كله. يعني نتمنى إحنا وحدة الأمة، يعني هذا هو المطلوب. نعم نعم، هذا هو المطلوب. دكتور أنيس، إذا عندك يعني تعليق ويعني كلمة أخيرة، وأنا حاب أسألك سؤال يعني نختم فيه أيضا إذا بعد تعليقك. تحدثت حضرتك في خلال سياق الحلقة عن الهوة ما بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، لكن يعني بصراحة يعني إحنا بنسمع من الرسميين إنه هذه الهوة ترتبها التزامات دولية، يعني إحنا هنا الموقف الرسمي
براعي هذه الالتزامات، براعي انه في مصالح للبلد وللشعب يجب مراعاتها من خلال انه نشارك في مسيرة معينة، من خلال انه يكون عندنا علاقة مع دولة عربية بغض النظر عن شرعية نظامها، عن دولة شقيق جارة جغرافيا ولكنها محتلة للأرض ونستضيفه في عز الحرب والعدوان، وربما الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا وغيره. تعليقك دكتور سيدي. وعلى شكل خاتم يعني. لا خاتم بس بعرض الكلام كبير. لا 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 بس دقيقة يا أخي، أنا بدي أقول هنا جملة يعني قالها الفيلسوف فولتير ومونتسكيو قبل قرنين من الزمان، تحدث عن أن السلطة المطلقة، وأنا بوجه الكلام هنا للسلطة في الأردن للنظام، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة عندما تتركز بيد شخص أو مؤسسة واحدة. لابد من power sharing، مشاركة السلطة مع الشعب، لابد للشعب أن يحكم نفسه بنفسه. هذا المبدأ اللي بيحكوا عنه الولاية العامة اللي تحدث فيها وان خصاني وتحدث فيها عبد الله نسور، مع أنه من أبعد ما يمكن عن الولاية العامة سألوا عن الذهب بعدهم قال لهم والله ما معي خبر، والله أنا حدا قال لي سأل حماس قاعد 23 يوم ويتنضرب حماس هو ما بدري عن الطابق ولا كنون والملك بكار شلون ولا عملوا تصريح. المهم أنا بدي أحكي لك عن قضية أساسية، وأنا يعني تابعت لك اليوم أول مبارح الملك كان يتحدث في قبيلة بن صخر وتحدث عن المعادل الكساسبي وعن المقالات والكتاب والشعبيات، وقال في بعض الشعبيات الرخيصة اللي بأخذوا عن قضية معادل والآخر، هي مش شعبيات رخيصة، هي حقائق لكنها قد لا تنسجم مع توجهات النظام. المقالات التي تقال هي تصيب الحقائق. عندما وقفنا وقلنا أنه معاد الكلالدي في، وأنا كتبت عن المقابلة مع الوكالة مع الصحفي الأمريكي تشارل مش عارف شو اسمه، بيحكي للملك أنه هذا إحنا اجتمعنا الطيارين وهذول اتطوعوا ومن ضمنهم معاد أنه هذا اتطوع. لا لا لا، ولم يبحث في الجيوش، احنا لسنا ميليشيات ولسنا جيش شعبي، في الجيوش والتقاليد العسكريه والعلوم العسكريه ما في تطوع، في امر وفي تنفيذ مهمه. معاذ الخوالدي وغيره ذهبوا في الكساسبه، ذهبوا في مهمات، في مهمه عسكريه كل بها، ولا يستطيع الا ان يقول لم تستفتي انه تطوع لم تطوع الا ان يذهب او يقوم ويقول لا، والا فهو قد قضى على مساره الوظيفي. اثنين، أنا أود أنه من هذا آخر اثنين وأخيراً أخيراً السياسة، إحنا في الأردن وهذا منسجم مع السلطة المطلقة والمفسد مفسد مطلقة، السياسة الخارجية في الأردن لا أحد يستطيع أن يفعل فيها شيئاً، ولا أحد بما في وزير خارجية الأردن اللي هو السيد جودي المتعلق بمنصبه تعلقاً ما بعده تعلق، هذا الوزير لا يفعل. هو قال من أكثر من منصة أنه لا يضع سياسة خارجية، هو ينفذ ما يريد الملك. طيب وين الولاية العامة يا جلالة الملك؟ إذا إنه السياسة الخارجية ما لناش علاقة فيها في الأردن وأنت تنفذها، وأنت شخص، أنت ملك لكنك شخص، شخص تخطئ وتصيب، وكلامك وأفعالك قابلة للنقد والانتقاد، فأي تقويض نظام الحكومة؟ وكيف السياسة الخارجية حكرا على شخص واحد بالأردن؟ نحن نريد جزء أن نكون جزء من السياسة الخارجية. شكرا. شكرا جزيلا لكم إذن ضيوفنا الأعزاء، شرفتونا بهذه الحلقة، ونتمنى أن نكون يعني قد قدمنا للمشاهد قيمة مضافة من المعلومات في مختلف الملفات. كل الشكر والتقدير لك رئيس اللجنة السياسية لتجمع الشعب الإصلاح والناشط السياسي الدكتور أنيس الخصاونة، شكرا جزيلا. وشكر موصول لك أمين عام حزب الحياة الأردني الأستاذ ظاهر عمر، شكرا جزيلا وشرفتونا، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وعلى أمل أن تكون الجمعة القادمة في برنامج الشعب يريد ثابت عساف معد هذا البرنامج أن يكون جزء منه وأن يعني يخرج ويعود إلى مساره في خدمة بلده وخدمة أمته كما هو معتاد. شكرا جزيلا على حسن المتابعة وفي أمان الله.